الجروح قضية من القضايا المهمة جدا. أنا بحول الجرح الكبير اللي ماشي عكس خطوط الجلد لخطوط صغيرة زي ما احنا شايفين ماشية مع خطوط الجلد. هروح للجفون، ايه أسباب ترهل الجفون؟ مفيش حد مننا بيحب تبقى النظرة بتاعته حزينة أو مرهقة أو متعبة. عملية تجميل الجفون من العمليات المؤثرة جدا في النقطة دي. هذهب إلى الأنف. الأنف عملية المليمترات، عملية حريفة، مش أي جراح تجميل يعملها. الأنف من الحاجات اللي لازم الأجزاء بتاعتها تبقى متناسقة مع بعضها، والأنف على بعضها تبقى متناسقة مع الوجه. اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا جدا نظرا لتنوع وقيمه المضمون العلمي اللي هيتقال النهارده، وايضا لقيمه ضيف الكبير. خلينا اقول لكم انه النهارده عندنا كثير من الاسئله متعلقه بعالم التجميل. الجروح قضيه من القضايا المهمه جدا جدا. الجروح والجروح هل هي سهله ام صعبه التعامل معها؟ ايضا بعض المشاكل التجميليه اللي جراحات التجميل قفزت فيها قفزه هائله، تجميل الانف، تجميل الجفون، هذه المنطقه التي تغير تماما شكل الانسان اذا جملت، تغيره للافضل، استعملت طبعا بشكل جيد. برضو الكثير من المشاكل اللي نقدر نقول عليها شبه كونجينيتال، يعني الانسان منذ صغر بيعاني منها، زي الأذن الخفاشية. الأذن الخفاشية دي شيء مزعج جدا لشكل أي إنسان، مش حلوة خالص. يعني مثلا مناخيرك كبيرة، من الناس بتحب المناخير الكبير، مش عارف إيه، ممكن يبقى فيها قولان يعني، لكن أذن خفاشية لازم تتظبط. الشفة الأرنبية طبعا يعني من القضايا الطبية شديدة الأهمية، والمناطق الجراحية شديدة الأهمية. برضو الأنف، لأنه تجميل الأنف كما أقول أنا ده منطقة الحرفنة المطلقة. دي بقى يا عم ده ميسي التجميل، ده رونالدو التجميل، محمد صلاح طبعا أهم التجميل، يعني الحريفة بس هم اللي بيتعاملوا مع الأنف. النهاردة واضح أنه القصة متنوعة والمواضيع عديدة ومهمة جدا وضيف شديد الأهمية، قيمة علمية كبيرة واسم كبير الحقيقة حمل على عاتقه يعني بناء عالم جراحة التجميل في منطقة الشرقية ومنطقة شرق الدلتا. أيضا ما شاء الله أداء علمي أكاديمي رائع على مستوى مصر كلها، وممتد هذا الأداء إلى الوطن العربي وأيضا إلى العالم أجمع. اسم مصري عالمي إقليمي متميز للغاية هو ضيف العزيز الأستاذ الدكتور علاء نبيل الصادق. أهلا بك دكتور. أهلا بك دكتور أيمن، وأهلا بكل مشاهدي الناس الحلوة. منورنا. الله يخليك. الحمد لله على السلامة. الله يخليك. والحقيقة كالعادة بنفخر جدا بجهدك. الله يخليك. الكبير جدا على مستوى العمل الكلينيكي، على مستوى العمل الأكاديمي، على مستوى حتى العمل الإداري في واحدة من صروح الطبية الموجودة في مصر. الله يخليك. عايز أبدأ الأول بالجروح، لأن هي منطقة جراحية معقدة شوية. الحقيقة جروح الوجه من الحاجات اللي لها أهمية كبيرة في حياتنا، لأن ممكن تلاقي واحد ابن ناس عادي جدا اتعرض لحادث حصل له جرح وعلامة في وشه، يبدأ المجتمع بتاعنا يصنفه على أنه ده بتاع مشاكل ويبدأ يتعامل معه على هذا الأساس. طيب إزاي نتعامل مع الأثار جروح الوجه؟ عندنا في جرح قديم في الوجه، نعمل معه إيه؟ عشان نبقى بنتكلم بطريقة علمية لازم نعرف ان في حاجة اسمها خطوط الوجه، خريطة كده لكل جراح التجميل، يبقى هو عارف ان لو الجرح بتاعه ماشي موازي لخطوط الجلد دي الجرح هيبقى كويس بالكريمات بلزقات بجلسات. يعني لو جينا السادة المشاهدين بصوا هنا هنلاقي ده الخطوط او الخريطة اللي بيمشي عليها كل جراح التجميل، لو نلاحظ لها اتجاه. طيب ازاي نتعامل مع الجرح بقى؟ نشوف اتجاهه، هل الاتجاه بتاعه ماشي موازي لخطوط الوجه ولا زي الصورة اللي موجودة هنا ماشي عكس خطوط الوجه؟
لو الجرح ماشي موازي لخطوط الوجه مفيش مشكله خالص. ليه؟ لان يعني كل ما العضلات تشتغل اكتر تقوم تقربوا من بعضه اكتر بالكريمات والجلسات الامور بتبقى كويس. النوع العنيد بقى من الجروح اللي هو زي الصوره اللي احنا عارضينها دي، الجرح ماشي عكس خطوط الجلد. طب ايه مشكلته؟ مشكلته ان العضلات بتاعه الوجه، لان في عضلات تعبيريه والحركه مستمره طبعا، كل ما العضله تنقبض تقوم توسعه من بعضه اكتر، مشكلته الجرح بيوسع. ولو في دقن مثلا زي الصوره الموجوده نلاقي اصبح في فاصل في الشعر بتاع الدقن، وبالتالي بتبقى الموضوع ايه؟ ظاهر. الحل اللي كان بيتعمل المباشر ان الدكتور يروح شايله ويروح مخيطه تاني، وبالتالي على نفس اتجاهه القديم، ما كانش بيدي نتيجه. في اخر مؤتمر في جمعيه جراح التجميل المصريه عرضنا حالات كتير لطريقه في هذا الموضوع، بتتكون من حاجتين. اول حاجه زي ما احنا شايفين الصوره كده، بنشيل الجرح لكن مش بنشيلها في الاتجاه القديم، لا، انا بحول الجرح الكبير اللي ماشي عكس خطوط الجلد لخطوط صغيره زي ما احنا شايفين ماشيه مع خطوط الجلد. طب ازاي نمنع ان هو يوسع بقى؟ في طبقه تحت الجلد اللي احنا بنسميها الاسماس، بتبقى مغلفه للعضلات، بنعمل فيها غرز بطريقه معينه بحيث انها تقرب لنا الجرح من بعضه، تمنع ان هو يوسع تاني مع الحركه العضلات التعبيريه بتاعه الوجه. لو جينا شفنا كده النتائج بتاعتها الحقيقه، بناخد يعني لما نيجي نشوف هنا ده نفس المريض، نلاحظ ان الجرح ايه الاخبار بتاعته؟ الجرح اتحول لزجزاج، وفي نفس الوقت لو في منطقه فيها شعر يبدا الشعر ينمو فيها كمان مره. الحقيقه النتائج دي مش بناخدها تاني يوم على طول، لازم يحصل حاجه اللي بنسميها ماتيوريشن اوف ذا سكار. يعني ايه؟ يعني لازم يكتمل الالتئام بتاع الجرح، وده بياخد له من 6 شهور لسنه تقريبا علشان ياخد النتيجه اللي احنا عايزينها. وعشان كده لما نيجي نبص هنا مثلا حاجه من برضه الجروح، احنا عملنا يعني نفس الطريقه ودي النتيجه. الحقيقه يعني ما نقدرش نقول عليها 100%، لان 100% دي اللي هي ايه؟ ده خلقة ربنا يعني. لكن احنا بندي تحسن معانا 80-90% في جروح عنيدة ما كانش لها علاج مرضي قبل كده الحقيقة. هذب العملية انا براها برضو امرجنسي، يعني في عمليات امرجنسي الاذن انا شايفها انها عملية طوارئ، يعني تمام. الطفل عيني والولد ومش عارف ايه وشكله ما فيش شكل حلو معه. تمام. هي الاذن دي من الحاجات الغريبة جدا. ليه؟ لان هي اساسا مش موطن من مواطن الجمال. يعني مفيش واحد يجي الواحد كده يقول له الله ده ودانك دي جميله قوي، لا مفيش الكلام ده، ولا بتلفت الانتباه اصلا الا اذا حصل فيه بروز فيه. اول ما تبرز اللي هي في الاذن الخفاشيه نلاقي فجاه كده خدت كل الاهتمام، وخصوصا في السن الصغير. فنلاقي الطفل، يعني لو جينا بصينا مثلا طفل زي ده كده اللي هو قبل العمليه، هنلاقي البروز بتاع الودن اللي هو الاذن الخفاشيه بدا يلفت الانتباه. وعشان كده بنحب نعمل العمليه دي قبل دخول المدرسه. ليه؟ لان لو دخل مع الاطفال زمايله النظره او اللفت النظر بتاع الاذن الخفاشيه هيبدا يعرض الطفل للسخريه من الاطفال اللي حواليه، وخصوصا لو هو ذكي الاي كيو بتاعه عالي بيبدا يلاحظ السخريه في عيون اللي قدامه، فيبدا المشكله تتحول من هنا الودن لمشكله ايه؟ نفسيه. لو ما اتعالجتش في اطفال كتير تلاقيه مش عايز يروح المدرسه. ليه؟ لانه حاسس ان في يعني سخريه ونقد من اللي حواليه. في ناس طبعا بتقدر تتكيف، اتس اوكي، لكن احنا الحقيقه بنحب نعمل الكلام ده قبل دخول المدرسه. والعمليه بتبقى بسيطه لان احنا بنعمل فتحه بتبقى موجوده في الطيه الجلديه ما بين الاذن وبين الراس، من خلالها بنفتح نكشف الغضروف ونبدا نعمل نحت لهذا الغضروف علشان نعيد تشكيله مظبوط، وبنثبته بالغرز بحيث انها ايه؟ تاخد الوضع الطبيعي بتاعها، والمشكله بتخلص والنتيجه بتبان الحقيقه مع اول غيار يعني. برضو يفضل ان احنا نعمله قبل دخول المدرسه، لكن مش قبل سن 4 سنين، حتى يكتمل النمو بتاع صوان الاذن. لان زي ما الساده المشاهدين عارفين ان الاذن دي بتتكون عندنا في 3 حاجات، في اذن داخليه دي اللي هي مسؤوله عن السمع، واذن وسطى المسؤوله عن الاتزان، الاذن الخارجيه اللي منها صوان الاذن، وبالتالي العمليه اللي فيها لا تؤثر على موضوع السمع نهائي لان هي اساسا مش الوظيفه بتاعتها كده. الناس كتير من خلال كلام حضرتك عن بدايه العمليه، يعني من سن 6 سنين بدايه المدرسه، يعني يعتقدوا انها عمليه للاطفال. طب الناس اللي كبرت بودنها الخفاشيه؟ طبعا، لان احنا عندنا في ناس ما كانتش تعرف ان لها علاج وما قدرش يتكيف معاها،
وزي ما اتفقنا هو طفل المشكله كانت هنا وهو كبير المشكله هنا. فيبدا يجي لنا يعني عندنا ناس بتيجي في العشرينات ايه الموضوع الاذن الخفاشيه عادي بتتعالج عادي بنفس الكيفيه وبل بالعكس بتبقى مخدر موضعي كمان. اكبر واحد عملت له العمليه دي كان ده كان 45 سنه حتى انا نفسي كنت مستغرب يعني اللي سكتك ده كله مش قادر يتعايش معاه. هذهب الى الانف، الانف عمليه المليمترات عمليه حريفه زي ما انا قلت بقى يعني مش اي حد مش اي جراح تجميل يعني الانف صح؟ هي بالظبط كده. ليه؟ لان الانف دي حاجه صعب اخفائها يعني ممكن تكون وش جميل جدا لكن الانف فيها ديفو يبقى ظاهر جدا. الانف من الحاجات اللي لازم الاجزاء بتاعتها تبقى متناسقه مع بعضها والانف على بعضها تبقى متناسقه مع الوجه. الانف احنا عندنا فيه جزء عظمي اللي بيتحط عليه النضاره وعندنا في جزء غضاريف اللي هو اللي بنمسكه بالمنديل كده معانا. ممكن الانف تكون طويله ممكن الانف تكون عريضه ممكن يكون في اعوجاج في الحاجز الانفي. كل طبعا جراحه تجميل الانف بتتعامل تماما مع كل هذه الموضوع وطبعا كل حاجه على حده بنحدد المشكله اول وبعدين نبدا نتعامل معاه. في طريقتين حقيقه. الطريقه المغلقه ان احنا ما بنعملش اي جروح في الوجه ندخل من جوه الفتحات بتاعه الانف ونبدا نتعامل بحيث ان احنا نشوف ايه المشكله موجوده فين. موجوده في الغضاريف موجوده في العظم المناخير مثلا زي الصوره هنا ده عندنا في محدبه في عظم عايزين نتعامل معاه بحيث ان احنا نصل بالانف لحاجه مرضيه من ناحيه المريض ومن ناحيه الطبيب. وطبعا لازم وجهات النظر بتاعه المريض والطبيب تتطابق مع بعضها. يعني انا المريض بيجي بديه المرايه واقول له انت بتشتكي من ايه يقعد هو يوصف الكلام لقينا الكلام ده ماشي مع الناحيه الطبيه يبقى في الحاله دي بنبدأ نتدخل وبنبدأ نتعامل وبعد العملية بيبقى في بعض التورم وبعد كده بيقل تدريجيا. يعني زي الصورة مثلا اللي احنا شايفينها كده كان عندنا المناخير يعني اللي هي معقوفة وكان عندنا برضو طويلة شوية وكبيرة شوية. كل الكلام ده طبعا تم استدراكه في العملية ودي الصورة بعد 3 شهور وعندنا الحقيقة صور كتير بس عشان خصوصية المريض ما نقدرش ان احنا نعرضها كلها. طبعا نشوف نموذج لانه كمان احنا عايزين نحصل على اكبر قدر من المعلومات في ظل وجود سيادتك معانا النهارده. فعايز برضه اروح للشفه الارنبيه. الشفه الارنبيه من المناطق اللي برضه الجراحيه الامرجنسي بقى مش دي طوارئ بقى تمام. يعني دي على طول في الطفوله محدش هيعيش بشفه ارنبيه فتره يعني. طبعا لان هو الطفل بيتولد يعني فجاه الاب والام بيلاقوا حاجه مش متعودين عليها قبل كده. الشفه الطبيعيه لا ده احنا عندنا في شق موجود سواء على جنب او على الناحيتين فطبعا بيحصل نوع من الصدمه النفسيه للاب والام رغم ان العلاج بتاعنا سهل. يعني لو جينا شفنا هنا هنلاقي في شفه ارنبيه ممكن يكون معاها شق افساء في الحلق او ممكن تكون لوحدها. في الحاله دي احنا بنبدا نتعامل على طول على سن 3 سنين لعلاج الشفه الارنبيه لان لو ما تعالجتش على طول بيبقى في يعني بعض المشاكل هي بتعمل المشاكل اللي بتحصل طبعا الناحيه النفسيه بالنسبه للام بعض المشاكل مع الرضاعه بعض المشاكل لو استنت مع الكلام وخصوصا الحروف اللي احنا بنسميها ليبيا الليتر اللي هي البي والام والحاجات دي التعامل معاها بيبقى من خلال عمليه نعملها على سن 3 شهور ممكن نعملها قبل كده لكن عادة احنا بنعملها على سن 3 شهور بطريقة معينة بنوصل الناحيتين لبعض. احنا عارفين طبعا ان في جلد وتحتيه عضلات وتحتيه غشاء مخاطي بطريقة معينة احنا بنوصلهم في بعض تاني من ناحية الجلد ومن ناحية العضلات ومن ناحية الغشاء المخاطي الداخلي لغاية لما نوصل للحاجة المرضية بالنسبة للطفل. الشفه الارنبيه لها سن معين بتتعمل على سن 3 شهور عاده بنعملها على سن 3 شهور لو هي معاها في شق في سقف الحلق فده بيبقى 3 شهور الشفه وبعد سن سنه لسنه ونص بنتعامل مع سقف الحلق. هل ليها اي متابعات يعني ولا الطفل بيكبر عادي؟ احنا طبعا بنتابعه مره قبل دخول المدرسه علشان نشوف لو في اي فاين تاتش ممكن نعمله وبنتابعه بعد كده على سن دخول الجامعه على 17 18 سنه علشان نشوف الانف هل هي محتاجه ان احنا نتدخل ونعمل فيها حاجه. بس زي ما حضرتك عارف ان الانف عشان نقدر نعمل لها عمليه لازم يكون فوق ال 18 سنه. بما ان احنا رجعنا للانف في سؤال مهم برضه في الانف الجراحة المفتوحة والجراحة المغلقة هذه المعركة كيف تراها؟
في الأنف. والله هي كلها وسائل بتوصل لهدف واحد. هل هي معركة فعلا؟ لا والله هي في الآخر هي كلها وسائل هتوصلنا للي احنا عايزين نعمله. هي كلها طرق. الطريقة المفتوحة هي أسهل، لأن بتبقى الأنف كلها مكشوفة. الطريقة المقفولة هي بتعتمد على حجم المشكلة. لو المشكلة بتاعتنا بسيطة يبقى في الحالة دي احنا من خلال الفتحات بتاعة الأنف نفسها بنقدر ان احنا نحقق الهدف اللي احنا عايزين نعمله. لكن في الآخر سواء المفتوحة أو المقفولة بتوصلنا لنفس الهدف. يعني هل الطرق غير الجراحية تعمل مع الأنف كافية؟ حسب المشكلة. يعني بعض الأحوال بيكون المشكلة بسيطة فممكن نقطة فيلر تحلها. صحيح حكاية الفيلر دي حاجة غير دائمة، لكن هي بنفس الوقت هي برضو حاجة سهلة. لو المشكلة كبيرة يبقى طبعا بنلجأ للجراحة، لجراحة تجميل الأنف. هذهب إلى الشفايف. المنطقة احنا دلوقتي في منطقة السنتر، صح كده؟ تمام. الشفايف عندنا شفايف صغير عايزين نكبرها، وشفايف ضخمة عايزين نصغرها. نبدأ الأول بالضخمة لأن هي الحاجة الغير تقل، يعني اللي عايزة فعلا شطارة جراحية. هي لنا مقاسات طبعا خاصة بالنسبة للشفة، بالنسبة للحاجات اللي حواليه اللي هي الأسنان والفك والأنف. بنبدأ نشوف الموضوع والله بالمقاسات بتاعتنا الجراحية، لقينا ان لا ده فعلا الشفة فيها زيادة، وزيادة ملفتة للنظر على مستوى الشفة العليا او السفلى. فبنبدأ نتدخل بنشوف الزيادة فين بالضبط، وبنبدأ بطرق يعني زي مثلا الحالة دي هنلاحظ ان الشفة العليا والسفلى الحجم بتاعها متضخم. بنبدأ على طول نتعامل معاها، بنحدد بالضبط الزيادة وبنقيس بالملي الزيادة فين بالضبط، وبنبدأ نتعامل معها بعملية جراحية وبنستأصلها. كلام ده من الداخل عشان ما يبانش أثار جراحية يعني. طيب أنا هطلب من حضرتك حاجة، إحنا هنمر على العمليات أو هنمر على الجراحات مرة أخرى، وعايز حضرتك تقول لي للمريض أو للحالة المرضية نفسها يركز قوي على نقاط معينة الجراح وهو بيعملها، يركز قوي على نقاط فنية معينة. يعني في صورة مثلا شورت كيس، يعني هبدأ الأول بجروح الوجه. عندما ننظر لجروح الوجه المريض يأتيك إمتى؟ يركز على إيه قوي؟ التعليمات المهمة، الجراح اللي بيعمل الحكاية التعديل يعمل إيه بالضبط؟ هنبدأ بالنسبة للمريض. المريض أول ما يبقى فيه يعني فيه جرح في وشه لازم يدور على مركز أو دكتور متخصص له اسمه، بحيث أنه هو يبدأ يتعامل معاه في الفترة الأولى يعني. لأن طبعا لو تعامل معاه تجميليا بدرجة كويسة في الأول طبعا هيأثر معانا بعد كده في النتيجة. اللي أنا عايز أقوله برضو المريض أنه هو ما يستعجلش، لأن أي مريض بيبقى عنده مشكلة بتاعة جرح الوجه بيبقى دايما مستعجل، دايما عايز يخلص من المشكلة. فما تستعجلش، لأن الجرح بيجي متخيط، مش تاني يوم هنعمل عملية على طول. لازم ننتظر من 3 لـ6 شهور لغاية لما الالتئام يكتمل، وبعد كده نقرر احنا نعمل عملية ولا الموضوع أخبره ايه. بالنسبة للطبيب لازم ياخد باله قوي 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 من اتجاه الجرح، لأن الاتجاه الجرح لو هو عكس خطوط الجلد وجه الطبيب شاله وراح مخيطه في نفس الاتجاه بتاعه، برضو الجرح الجديد هيبقى عكس خطوط الجلد فهيوسع تاني، وبالتالي المريض مش هيستفيد من هذه العملية. برضو تجميل الجفون أو الجفون المريض والجراح، وخصوصا ان المرضى بيخافوا لان المنطقه دي قريبه من العين. هي طبعا المنطقه قريبه من العين، لكن الشغل مش في العين نفسها، يعني الشغل في الجفون. وبتبقى طبعا احنا بنراعي النواحي الطبيه بحيث ان العين دي تبقى طبعا في حمايه تامه. يعني بالنسبه للمريض هو احنا بنتعامل معاه يتجنب الشمس بعد العمليه، يتجنب ان هو يوطي، وخصوصا يعني في الصلاه يصلي وهو قاعد، وخصوصا في الفتره الاولى من العمليه او الاسبوعين من العمليه. بعد كده بيبدا يعني يلبس نظارة شمس عشان التورم اللي موجود، ويبدأ بعد كده الأمور بتمشي كويس لوحدها. بالنسبة للطبيب لازم يكون يعني أخذ تدريب كافي في موضوع تجميل الجفون علشان يقدر يحقق النتائج اللي هو عايزها والمريض عايزها كمان. طب كلمة عن الأذن للأم والأب اللي عندهم اعتقاد انه الابن كده حلو واحنا متقبلينه، انه على المجتمع انه يتقبله، وايضا بعض الاراء اللي تقول لك لا ما هو اتخلق كده وخلقه ربنا، مش هنغير خلقه ربنا. حاجه اللي هو المعتقد عند بعض الناس اللي عندهم تدين وكلنا متدينين، بس ده معتقد خطا. هو طبعا احنا مش بنغير في خلقه ربنا. ليه؟ لان هي الفطره، يعني مثلا زي الشفه الارنبيه، هو خلقه ربنا. هل الطبيعي ان نسيبها كده؟
هو اتولد كده يعرف يرضى ومش ده مش ده الفطره، مش ده الطبيعه. احنا بنرجع الامور لطبيعتها، يعني احنا مش بنعمل حاجه اكستريم، يعني بناخد مثلا الاذن بدل ما هي هنا احطها هنا، لا، احنا كل الموضوع الديفوهات اللي عامله مشكله نفسيه للمريض احنا بنصلحها. والمرض النفسي يعتبر، لان الاذى النفسي ده بيخلي المريض ينطوي ويبدا يدخل في حالات نفسيه صعبه، احنا بكل اللي بنعمله بنرجعه لفطرته بحيث يبقى شخص منتج في المجتمع ويعيش الحياه الطبيعيه. هذهب الى منطقه مهمه جدا ومنتشره دلوقتي، التسدي عند الرجال. شباب كتير قوي عندهم درجه من درجه دي بسبب ان هم بياكلوا اكل طبعا في فاست فود، اكل فيه هرمونات، ايضا الجيم واخذ المكملات الغذائيه او ما يسمى بالبروتينات بتاعه بناء العضلات لها تاثير سلبي كبير. طبعا، ودي على فكره مشكله نفسيه كبيره عند الشباب، يعني بعض الشباب يجي يدخل في البلوغ يلاقي الصدر بيكبر 18 سنة، الصدر يكبر أكتر، طبعا مشكلة بالنسبة له كبيرة، يعني في الجيم في مصيف ما مش قادر يتعامل عادي مع زمايله. طبعا بنقيم الحالة، يعني زي ما احنا شايفين هنا العلاج بتاعها، احنا بنعمل فتحة صغيرة، بنقوم بالشفط بتاع المحتوى الداخلي، وبعد كده بنشيل الغدة اللبنية على أساس انها ما ترجعش تاني، وعشان برضو المشاهدين يبقوا عارفين ان الثدي ده بيتكون من ايه بتاع الرجل. دي طبعا صورة هنا قبل العملية وبعد 3 شهور من العملية. الثدي بيتكون من جلد وغدة لبنية ضامرة، لان في السيدات لها وظيفة الرضاعة، في الرجالة بتبقى ضامر، ودهون موجودة. طب لو حصل فيه كبر بنبدأ نقيم الدرجة بتاعته. احنا عندنا فيه 4 درجات، 1 أصغرهم و4 اللي هي الايه أكبرهم وفيه ترهل جامد. يعني معظم الحالات بتبقى في الدرجة الثانية والثالثة اللي هي بيبقى كبر في الحجم وبعد الترهل الخفيف. عملية تحت مخدر موضعي، بنعمل فتحة صغيرة زي ما شفنا، نحقن محلول، المحلول ده يخدر المنطقة ويفكك الدهون من بعضها، ندخل بالليزر، بيعمل ايه ده، بيساعد على شد الجلد بعد شفط الدهون. بعد كده زي ما شفنا بنبدأ نشفط المحتوى الداخلي كله ونشيل الغدة الصدرية عشان ما ترجعش. وبعد العملية بنلبس كرسي، الكرسي ده بنلبسه لمدة 2 3 شهور على حسب، بحيث ان احنا بنصل بدرجة الشد بتاعة الجلد لدرجات مرضية، ومعظم العيانين بيبقوا مبسوطين، وخصوصا ان هو بنج او مخدر موضعي فبتبقى الامور ماشية معاه كويس. يعني قبل ان نذهب لا يفوتني ان اسألك عن هذا الجهد الكبير جدا المعمول في قسم جراحة التجميل سواء في الجامعة او في قسم جراحة التجميل في مستشفى عملاق زي مستشفى التأثير. لا، هو الحقيقه اللي حصل تقدم كبير في يعني مستشفى التأثير الحقيقه عملت نهضه كبيره جدا من ناحيه التكنولوجي، من ناحيه الالات، من ناحيه تعقيم العمليات، من ناحيه الخدمه المقدمه للمرضى، وده دليل برضو على اداره ناجحه من الدكتور محمد جزر والدكتور احمد جزر ومجلس الاداره كله. قفزه كبيره جدا يعني مستشفى التأثير لمستوى عالمي. لا الحقيقه مجهود الحقيقه يعني بنكن كل الشكر والتقدير لهم. أنا انبهرت جدا في زيارتي لمستشفى ومستشفى الجامعة. طبعا تم إنشاء قسم لجراحة التجميل، والحقيقة بسم الله ما شاء الله عندنا القسم بقى أكتر من 21 دلوقتي، وطبعا دي حاجة كويسة قوي إن شباب الأطباء بدأ يدخل معانا في جراحات التجميل، والأمور الحمد لله في تقدم. يعني وأنت قدمت الكثير جدا لجراحة التجميل في منطقة شرق الدلتا، مش هقول بس في الشرقية، الشرقية ما شاء الله واسمع عليا والسويس وبورسعيد، صح كده؟ كل والقاهره كمان، يعني ما شاء الله جهد جامد جدا وجهد اكاديمي جهد اكلينيكي رائع جدا. انت نورتني وشرفتني. الله يخليك، وفرصه سعيده. انا اللي اسعد طبعا ضيفي العزيز استاذ الاساتذه في جراحه التجميل اكاديمي من طراز فريد، حقيقه بيسعدني جدا لقائه المتميز كالعاده، كمية المعلومات الكثيفة الكثير المبسطة التي تدخل العقول والأذهان بشكل جيد جدا، كمان دقة التوصيف، ده حوار مهم جدا جدا مع قيمة علمية كبيرة في عالم جراحة التجميل، هو طبعا ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور علاء نبيل الصادق. يبقى التجميل أيقونة الجراحات، واحدة من الجراحات التي لها بريق خاص جدا
والتي لها كمان أهمية خاصة جدا، هي جراحة ليس فيها الإمرجنسي أساسا إلا في الجراحات التعويضية، لكن الخطأ فيها أكيد غير مقبول، غير مقبول على الإطلاق، ولذلك الدقة فيها مطلوبة للغاية، وهذه الثقافة مهمة جدا جدا جدا. عشان تفهموها كويس خليكم دايما معنا. سلام. التنمر بين الأطفال في منتهى الخطورة، لأنه بيخلق شخصية فيها مشكلة. مشكلة الحول في مصر إن هو ثقافة علاجه ضعيفة. بشوف يعني تقريبا كل يوم طفل مش عايز يروح المدرسة. أنواع الحول إيه؟ في ناس كتير مش فاهمة أنواع. الناس الغير أصحاء نفسيا في المجتمع لازم نعالجهم ولازم نساعدهم. الولد عنده حول فعلا، والأب والأم واهمين نفسهم إن ده حول كذا. بالظبط، لما يكبر هيتعدل. نوع من أنواع الحول أنا هعمله عند سن 6 شهور، ونوع هأجله. أنا مش بأجله عشان أنا خايفة من عملية الحول، أنا بأجله عشان رد فعل العضلات في النوع ده من الحول أحسن في السن ده. الدكتورة هبة متولي، استشاري علاج الحول للأطفال والكبار والمياه البيضاء وجراحات العيون للأطفال وعلاج كسل العين، دكتوراه طب وجراحة العيون جامعة القاهرة، زميل الكلية الملكية البريطانية، عضو الجمعية الأوروبية لعلاج الحول وجراحات عيون الأطفال. أربعة في المية من البالغين في العالم مصابين بالحول، معظمهم بدأ معاه من الصغر وتم إهماله، وأحياناً بيكون الحول عرض لمرض خطير يستدعي التدخل الطبي السريع زي السكر وأمراض الغدة الدرقية والوهن العضلي وأورام الدماغ أو صدمات الرأس القوية أو السكتات الدماغية. إهمال علاج الحول أو الإشارة اللي بيديها لنا على مرض تاني خطير جداً، الاكتشاف المبكر للأمراض الخطيرة اللي بتصيب العين والتعامل معاها باهتمام بيساهم بشكل كبير في السيطرة على المرض والشفاء منه. أهلا بكم، اسمحوا لي أن أنا أبدأ حلقتي النهاردة من أن أخوفكم، اسمحوا لي بكده، ومحدش يقول أن الكلام اللي هقوله ده يعني مش بجد، لا كلام بجد. الهواتف الذكية في دراسة اتعملت في جامعة سيول في مدينة سيول عاصمة كوريا، جامعة اسمها جونام، لقوا أو ربطوا ما بين إصابة الأطفال بالحول والهواتف الذكية. لقوا إنه الهواتف الذكية قد يكون لها تأثير، وربطوا الكلام بالحول. طيب التدخين دراسة تانية، بس دي اتعملت في واتشكون، ودي جامعة في الصين. رحنا بقى شرق آسيا، مهتمين بالأطفال ومهتمين بالحول. لقوا أن التدخين بيصيب الأطفال بالحول، هذه حاجة تخوف تانية، خلي بالكم من الكلام ده. لقوا كمان أنه في علاقة وثيقة، دي دراسة ثالثة بقى، دراسة ثالثة دي اللي عملتها سكاي نيوز، أنه في علاقة بين السلامة العقلية وبين قدرة الإنسان على البصر الجيد. الحول إذن قد يؤدي إلى مشاكل عقلية بالنسبة للأولاد. خد اللي جاية دي بقى، إنه في مخاطر الكحل، التكحيل بتاع العين للأطفال خطر جدا، النظارات الشمسية المقلدة، تلبس الطفل النظارة الشمسية أي كلام. طبعا كل ده بيؤدي إلى مشاكل خاصة بالعين، احنا قلنا 3-4 منهم خاصين بالحول، فأرجوكم تتنبهوا، وخصوصا إنه الحول شيء مهم جدا بالنسبة للطفل، لأنه في حالة تنمر تجاه الطفل اللي عنده حول في المدارس أو في المحيط بيه قد تؤثر على نفسيته بشكل كبير جدا. النهاردة لقاء مهم حول هذا الموضوع المهم للغاية مع ضيفتي المهمة للغاية طبعا، والتي تبدأ في حوارها دائما، الأستاذ دكتور هبة متولي. من ورانا دكتور هبة. ميرسي يا دكتور أيمن، شكرا جزيلا. شفتي ده انتو فظيع. أنا خفت، أنا اتخضيت من الهواتف الذكية. يعني أنا التدخين ماشي، ما احنا عارفين التدخين بيعمل كل البلاوي السود، لكن الهواتف
الذكيه. هو الهواتف الذكيه فكرتها النير فيجن، يعني ان طول الوقت الطفل قاعد مقرب حاجه وبيبص عن قرب وبيبذل مجهود في ان هو يشوف الحاجات ويشوف الجيمز اللي بتتحرك بسرعه، فده بيؤدي الى ان العضلات الضمه بتشتغل اكثر من اللازم، فممكن يصاب بالحول وممكن يزود شويه نسبه حدوث قصر النظر. بس برضو مش معنى ان احنا هنحرمه منها خالص، برضو عشان يعني برضو هي مفيده لانها بتزود الوعي وبتعرف الطفل عن حاجات وتحسن الذكاء، وانا ساعات كمان بطلبها لما اكون عايزه اعمل اشجع شويه على تمرينات علاج الكسل. ففي انترناشونال ريكومنديشنز، يعني توصيات عالميه في الاطفال حسب سنهم، يعني السن الصغير سنه وسنتين لا طبعا ده ممنوع خالص، اكتر من السن ده يعني البث المصرح به ساعتين بس في اليوم للنير فيجن او الموبايلات او الحاجات الالكترونكس. دايما لو حد بيجي لي عياده يسالني على نصيحه بقول ممكن تشغل اللي حضرتك عايزه على التي في، يعني ممكن يشغل اليوتيوب على التي في او يلعب الوي او يلعب الجيمز اللي هي بلاي ستيشن، مفيش اي مشكله فيها يعني، ولكن المشكله في القرب بس، ان هي يعني هي اعمال قريبه طول الوقت. يعني ازاي اشخص الحول؟ يعني ناس كتير بتعتقد انت سؤالك هيبقى ساذج قوي، الحول انا بعرفه بعيني. لا ده سؤال مش ساذج خالص، لانه تشخيص الحول ده حاجه تريكي جدا وخادعه. يعني لازم بيبقى فيه فحص في العياده، ويعتمد كمان على مهارات الطبيب اللي هو بيفحص الحول وبيشوف ده حول فعلا ولا حول كاذب، الحول ده نوعه ايه، افقي راسي، الطفل ده محتاج عمليه، محتاج نظاره، هل الطفل الحول ده هيأثر على الطفل فنبتدي نعالج ولا ممكن نتابع. يعني الحول قصه كبيره بتعتمد على مهاره الطبيب، يعني لا تعتمد مثلا على جهاز مثلا تضاريس القرنيه او جهاز مثلا قياس مثلا ابعاد العين او مجال الابصار، لا التشخيص بتاعه يعتمد على مهارات الطبيب. فعشان كده تشخيص الحول، يعني انا دايما حتى لو حد بعت لي صوره من اي مكان او كده، يا دكتوره انا عندي حول ولا لا، اقول له لا سوري لازم تيجي افحص عشان اتاكد اذا كان ده حول فعلا ولا حول كاذب ونوعه ايه، واشخص على حسب يعني تشخيص نوع الحول ياتي بعده العلاج. التنمر والحول، انت كنت زي ما بيقولوا سباقه في المجال ده وطرحتي مبادرة واهتمينا بيها جدا على مستوى الإعلام، وأيضا أنت عملت بيها ما شاء الله جهد كبير. هو الحول أو يعني جزء من كبير من تخصصي، هو يعني ليه علاقة كبيرة جدا بالتنمر في المجتمع، لأن طبعا والتنمر ده مش بيطول الأطفال بس، لا بيطول الطفل وبيطول الكبير. ممكن واحدة ما تبقاش عارفة تقولي أنا ما عملتش فرحية علشان أنا عندي حول، أنا ما روحتش الكلية عشان عندي حول، أنا مش قادرة خلاص، أنا خلصت ثانوي مثلا وعايزة أدخل الجامعة، لا مش قادرة أدخل عشان عندي حول. أو واحد مش عايز يروح الشغل، أو واحد طول ما هو ماشي باصص في الأرض مش بيبص في عين الناس لأنه خايف من السخرية. الكبير ممكن كمان يشتكي، المشكلة أن الطفل ما بيشتكيش، الطفل بيروح المدرسة ممكن أصحابه يبتدوا يسخروا منه يتطولوا عليه وهو ما بيشتكيش، فجأة بنلاقيه مش عاوز يروح المدرسة، فجأة بتلاقيه بقى منطوي بقى أكثر انطواء لأنه مش عارف يقول إيه اللي مضايقه الحول. فالحول بيشكل خطورة اجتماعية ونفسية على الكبير والصغير. يعني عايز أقرب شوية من الحول، أنواعه وطرق العلاج الغير جراحية. الأول الغير جراحية، هو إحنا أنواع الحول بتختلف من الكبار عن الأطفال. أنواع الحول في الكبار غالبا معظمها بتبقى علاجها جراحي، يعني نادر جدا تلاقي حد في الكبار علاجه نظارة، في بس ولكن مش حاجة شائعة. الأطفال بقى ليهم يعني أنواع أكبر بكتير، في أنواع علاجها نظارة فقط، في أنواع علاجها يعني جزء من الحول علاجه عملية وجزء من الحول علاجه نظارة، وفي أنواع تانية علاجها عملية جراحية فقط لعلاج الحول. وفي طفل عنده محتاج جدا ان هو يعمل عمليه حول وبيرتدي نظاره ملهاش اي علاقه بنوع الحول اللي هو اللي عنده، يعني اللي هو مصاب بيه. عشان كده التشخيص في الاطفال مهم جدا جدا جدا، ان انا افرق ده انهي نوع، ده محتاج انهي تقنيه، وهل هو الوقت ده الوقت المناسب ان انا اعمل التقنيه دي ولا المفروض ان انا ااجل، وهكذا. يعني الطرق الغير جراحيه في الاطفال هي النظاره، يعني انا اسمح لي اقول ان النظاره هي الوسيله الوحيده الغير جراحيه لعلاج الاطفال من الحول. في الانواع التي تعالج بالنظاره، لكن مثلا النوع اللي علاجه عمليه مش هتعالجه النظاره،
ولكن انت حضرتك لو سالتني على النوع بس الغير جراحي فمش هقف اقول لحضرتك هي النضاره، لكن مفيش حاجه اسمها ليزر لعلاج الحول ويعني الحاجات التخاريف العلميه اللي لا 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 مش تخاريف علمية. ما ينفعش اقول كلمه تخاريف علميه، انا اسف، تخاريف غير علميه غير علميه هي تخاريف غير علميه وليس لها اي اساس من الصحه وليس لها اي اساس علمي. لا يوجد ليزر لعلاج الحول عشان نبقى واضحين بالظبط. يعني وجمعيه طب العيون الاطفال اصدرت بيانات بهذا، واحنا نقلنا هذه البيانات ونكرر هذا الامر كثير. اوكي بالظبط. فهي دي التقنيه غير جراحيه. في الكبار بقى في تقنيات غير جراحيه لعلاج الحول، ممكن حقن البوتوكس، ولكن انا دايما افضله في حالات الحول الصغيره جدا اللي هي النسب البسيطه جدا او النسب اللي هي نتيجه لشلل في الاعصاب او ما الى ذلك، لكن مش كل انواع الحول. يعني كتير جدا بيقولوا يا دكتور انا عايز اعمل حل من غير جراحه، اقول له لا، انت عشان ترتاح من الحول ده وتصححه وتعيش مبسوط، لا احنا هنعمل عمليه لاصلاح الحول. طيب هنبدا بالاطفال الاول. هنبدا في اي سن يبدا او يجب اجراء جراحه الحول او يجب عموما العلاج للحول؟ احنا اول ما نشك ان الطفل عنده حول لازم نلجا على طول للدكتور المختص. هو بيفحص الحول وبيقول هل هيتدخل دلوقتي، هل الطفل محتاج نضاره، هل الطفل محتاج تمرينات لعلاج الكسل مثلا نتيجه للحول ده، ايه الوقت المناسب اللي هو هيتدخل فيه. ولو انا قررت ان انا ااجل الطفل، انا مش باجله وبيقعد في البيت، لا انا بشوفه كل 3 او 4 شهور عشان اتابع الحاله. في انواع حول انا ممكن اقرر ان انا اعملها بدري خالص زي الطفل اللي احنا شايفينه دلوقتي ده، حول وحشي موجود طول الوقت هياثر على وظيفه العين فاضطريت ان انا اعمله في هذا الوقت. قد يكون والطفل ده عنده سنتين تقريبا. في بعض الاحوال لا، انا بيبقى الحول بيبقى يعني الحول نفسه متقطع ولا يؤثر على وظيفه العين، فممكن ااجله شويه لغايه سن 4 أو 5 سنوات. فعشان كده بقول ما ينفعش يبقى في قاعده واحده لجميع انواع الحول وخصوصا في الاطفال. مثلا في حاله زي دي ده حول داخلي او الحول الانسي، وانا يعني جايبه بس الحاله بعد العمليه مباشره عشان نشوف بس الاحمرار البسيط. العمليه بتترك بعض الاحمرار بيستمر ل3 أو 4 أسابيع بعد العمليه ويختفي. نوع العمليه دي ايه؟ دي عمليه اصلاح حول، عمليه اصلاح حول، عمليه جراحيه بسيطه على سطح العين لا تترك اثر وليس لها ده عمليه في العضلات كدا. في العضلات، عمليه في العضلات بالظبط، وليست كدا. ليزر وليست ليزر، لا وليست ليزر. إذن دي عمليه، دي برضو ده بقى دي نوع اللي انا كنت بشرحه دلوقتي اللي هو نوع الحول اللي نص منه نص نضاره، نص علاج ونضاره، ونص الحول الثاني عمليه. طفل في الصوره الاولانيه عنده حول نسبته كبيره، لما لبس النضاره تقريبا نص الحول او تلت الحول اختفى، وبعدين في اخر صوره عملنا له عمليه حول للحول اللي فوق النضاره وخلاص بقت عينيه معدوله جوه النضاره، يعني اثناء ارتداء النضاره. في النوع ده انا لازم احترم جدا الجزء بتاع النضاره عشان اتجنب ان الطفل ده يحصل له حول وحشي عكسي لما يجي يلبس النضاره عشان يشوف زي بقيه البني ادمين كويس. فالنوع ده يعني انا مثلا دايما كل اب او ام، طب مش هيجي داخله العمليات ما تصلحيه كله خلاص، انا ما اقدرش اصلحه كله خلاص، لازم احترم جدا الجزء اللي بيعالج بالنضاره واتركه للطفل بعد العمليه عشان يلبس النضاره يتظبط وهو لابس النضاره. حركه دماغه اللي هي فيها تلتنج ديت عاملها قصد ولا بيتدلع؟ لا هو في انواع كثيره جدا بيبقى التلت بتاعه الطفل عامل ياخد دماغه او بيلف وشه عشان يشوف كويس، والحالات ديت فعلا بتبقى معظمها سببها الحول، ولكن في الحاله دي لا هو بيدلع ده برضو حول، ده الطفل سنته صغير تقريبا برضو 2 سنين وعنده حول انسي. يعني انا جايبه بس مجموعه من الصور لطمانه بس الاباء والامهات، وده يمكن من اصغر السن اللي احنا بنعمل فيه عمليه الحول، هو كان البنت كان عندها 6 شهور لما عملنا العمليه. العمليه امنه وبسيطه وبنعملها في سن صغير جدا، فلا داعي من ان احنا الناس تخاف منها، يعني لا داعي ان حد كبير يدخل العياده خايف من عمليه الحول، وهي اصلا احنا بنعملها الاطفال عندهم 6 شهور كان لازم تتعمل في السن الصغير 6 شهور. النوع ده لازم في السن ده، يعني النوع ده لازم في السن ده. في انواع تانية انا بقرر انها تبقى عند سن سنه، في انواع بقرر ان هي يعني تبقى سن 4 سنين، وزي ما بقول لحضرتك لما بقرر لازم برضو الطفل يبقى تحت عينيا بتابعه كل 3 أو 4 شهور عشان بس اطمن على استقرار الحاله. ساعات احنا شفنا في احدى العمليات، يا ريت نشوفها تاني، العمليتين اتعملوا في نفس الوقت، لازم العمليتين العينتين يعني العينتين. بص هقول حضرتك حاجه، التشخيص زي ما حضرتك قلت العلاج يعتمد على التشخيص، انا بفحص الحاله كويس واشوف اقرر انا هعمل العمليه في عين او عينتين،
خلاص، قد يكون الانسان شايف ان هو عنده حول في العين اليمين بس، وانا قرر ان انا اعمل عمليه في العينين، زي مثلا حاله الطفل ده. يعني انا في الحاله دي قررت ان انا اعمل في العينتين مع ان هو مامته شايفه ان هو عنده حول في العين اليمين بس. فده بيرجع برضو لتشخيص الطبيب، وان هو بيشخص اين يوجد اضطراب العضلات الاصلي في العين اليمين ولا العين الشمال. فكره، عارفه الفكره في المجتمع المصري كتير قوي يقول لك ايه يا عم انت هتعمل عمليه بتاعه الحول خصوصا في الكبار هترجع تاني هتتحول تاني. لا، هو الشائعه الخاطئه دي نتيجه للممارسات الخطا في علاج الحول في مجتمعنا. الحول تخصص صعب، وتخصص محتاج زي ما بقول حضرتك مهارات الطبيب فيه، ان هو الطبيب المختص ان هو يشخص نوع الحول فيبتدي يعالجه صح، فيبتدي نسبه رجوع الحول دي بتقل خالص. يعني احنا مفيش حاجه اسمها ابدا الحول هيرجع زي ما كان، ولكن في احتمال ان 10% من الاشخاص اللي اجروا عمليه الحول هم يحتاجوا الى خطوه ثانيه مكمله. يعني احنا مثلا لو اجرينا العمليه دي ل 100 شخص، ففي 90% دول مش هيحتاج حاجه ثاني، وفي 10% يحتاج خطوه ثانيه مكمله. يعني ودايما الخطوه الثانيه بتبقى ابسط من الخطوه الاولى. فيعني لا، عمر ما الحول بيرجع تاني زي ما كان بالظبط لو عالجناه بالطريقه العلميه المظبوطه والصحيحه. يعني مثلا دي حاله قعد سنين عمر طويل، الراجل شعره شاب. ما كانش يعرف ان في علاج الحول في سن الكبير. وبعدين لما عرف جه وصلح الحول، وطبعا كل الحول يضر الجميع الكبير والصغير، والسخريه تطول الجميع الكبير والصغير من قصه الحول في مجتمعنا. الحاله دي ده حول راسي، الحاله دي مهمه جدا، لان هو قبل ما يجي لي تقريبا كان اجرى 3 عمليات لاصلاح الحول الراسي ده. وجه انا يعني نتيجه بس ان احنا بناخد ابروتش خاطئ في علاج الحول، مش بندخل على طول على العضله اللي فيها المشكله او الاضطراب الحركي اللي فيه المشكله في العين. فلما عالجنا الاضطراب الحركي وتشخصناه برضه، عشان برضه اجي اكد ان هو الحول يعتمد على التشخيص، لما شخصنا العضله اللي فيها المشكله وعالجنا الحاله، فبدا الايه العيان يعني يتظبط ويبقى مبسوط وسعيد. يعني عظيم برضه. هنا الحاله دي يعني عنيفه قوي. يعني هو بيغير الحياه، علاج الحول حقيقي بيغير الحياه حقيقي. يعني اختلفت بيئه في البيئه بالظبط، حقيقي بيغير الحياه جدا. يعني للاسف الحول منتشر في مجتمعنا ومتروك. منتشر وثقافه علاجه قليله. بدات تتحسن جدا اليومين دول، يعني بالتوعيه انا وزملائي، ولكن هو ستيل برضه ثقافته حتى كمان في كتير قوي يعني البلاد العربيه. الحاله دي يعني اعتقد ان العين نفسها نون فانكشن، بس كان لازم تعمل شكلها عشان هي مش شايفه بيها، لان هي العين بدات تدخل جوه 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 لغايه لما مش بقتش تستخدمها. فكانت عندها ميه بيضه، فقبل ما تعمل ميه بيضه صلحت لها الحول عشان نعرف نعالج الميه البيضه، ما احنا الجهاز حتى مش هنعرف نشتغل طول ما هي عينيها بالشكل ده. وخلي بال حضرتك حتى الكبار بيعالجوا الحول عشان ولادهم وعشان احفادهم ما يبقوش هم حاسين ان هم عندهم، يعني قدامهم ان هم عندهم نوعين من المرض. دي التواصل المميزه جدا. يعني الحاله اللي فاتت الاخيره دي، معلش، دي بنشوفها كتير في المجتمع. كتير كتير جدا بتشوفها، وفي المحلات بتشوفها طول وانت ماشي. لا اللي بعديها، الحاله اللي بعديها. بالظبط. يعني برضو ان احنا وفي الصعيد، يعني مثلا برضو اخواننا في الصعيد. ايوه هي بالظبط دي بصراحه يعني من الحالات، يعني البنات بيبقوا فعلا تعبانين قوي. والله هو الرجال يعني سواء بنت او راجل، يعني برضو البحث عن الشكل الجيد اهم. طبعا بيحسن الكواليتي اوف لايف، يعني بيحسن جوده الحياه بشكل فظيع. يعني طبعا يعني ايه بقى اكتر اللي انت لازم يعني تغيريه في دماغ الناس عن العلاج الخاص بالحول، وخصوصا ان الناس عندها تخوف يقول لك ما اعملش عمليه في عيني ومش عارف ايه. كلام سليم من الناحيه المنطقيه الانسانيه، لكن من الناحيه الطبيه طب ما انت عينك ما بتشوفش. اللي انا عايزه اغيره للناس في علاج الحول ان بليز يعني روح للدكتور المختص في تشخيص الحول، ويعني المختص في الجهاز الحركي والعضلات وعلاج الحول، لان هو يعني علم مختلف.
فلما نروح لدكتور مختص هنبتدي يشخص صح، هيبتدي ياخد الطرق السليمه الصحيحه بعيد عن الشائعات. ويعني دايما ما نروحش للراي القاض او الراي الشاذ، لكن نروح للاراء اللي هي الطبيعيه اللي هي كل الناس كل الدكاتره المختصين بيقرروها، الراي العلمي المتسق مع التوصيات العلميه العالميه بالظبط. مش الراي اللي جايب حاجه من دماغه بالزبط. اللي بيخوف الناس يقول لك اصل انت لو غطيت عين الطفل الطفل هيبان شكله قرصان بالزبط. ومش عارف ايه، ما هو ده العلاج، هو ده العلاج بقى قرصان يبان جاك سبارو يبقى اللي انت عايز تبينه، بس هو ده العلاج. ما هو انت ما احنا ما نلعبش على طبيعه الاسر اللي هي خايفه على اطفالها. حاجة تانية كمان عايزة أغيرها، فكرة إن كل حد عنده عين ضعيفة وعين قوية وعنده فيها حول ويقول لا أنا لو عملت الحول لازم هيرجع تاني فمش هعمله وهعيش كده ويعيش بعيني، لا تعالى وحاول تعمله وأقصى حاجة هتحصل إن إحنا ممكن نحتاج خطوة تانية مكملة في المستقبل which is nothing، لأن هو العملية نفسها بسيطة ويعني ملهاش تقريبا أعراض جانبية، فيعني ما تعيش بيه وتبقى متضايق، لا يعني صلحه وعلي من جودة الحياة يعني. أوكي، الطفل يرجع لمارس حالته الطبيعية بعد قد إيه؟ تاني يوم، يعني أنا بقى تاني يوم ما عنديش أي ممنوعات لحد طفل أو كبير إن هو يمارس حياته طبيعية تماما. أنا من أول يوم بقول مفيش ممنوعات، موبايل أوكي، تلفزيون أوكي، عايز يخرج، عايز يعني اللي هو عاوز يعمله، ولكن الإحمرار بيستمر 3 أو 4 أسابيع بعد العملية، فالمفروض إن هو يعني لو مش عايز حد يشوف الحمار أو حاجة أو الشغل ممكن أقول له خد أجازة أسبوع، لكن أنا من أول يوم بقول له يغسل وشه عادي، مفيش غطاء على العين والكلام القديم ده خالص، لا مفيش الحاجات دي خالص. هسألك سؤال بالطريقة المصرية بقى، وإحنا بنقول وبنقول للناس مفيش الحول لا يعالج بالليزر كما يشيع البعض، السؤال المصري طب هو الليزر هيعمل إيه لو أنا عملت لابني علاج بالحول او يعني راحت عملت عمليه ليزر لابني؟ ما هو حل من اتنين، يا اما العمليه اتعملت جراحيا والطبيب للاسف قال ان هو عمل العمليه بالليزر طبعا، وده خداع تمام. يا اما الليزر بقى اللي هو الليزك يعني عمل عمليه جراحيه ده صح للحول، ده صح للحول. أيوة. بس انا خرجت للناس قلت لهم انا عملت ليزر، ده مخادع، ده نصاب، ده يا اما ده الحل يعني ده نصاب، بس نصاب اقول له متشكرين يا عم الحاج انت ما ضريتش العيان، انت نصبت ما عملتش ليزك. لكن اللي عمل ليزك بقى ده مش نصاب، ده خطر. الليزك تقنيه كويسه جدا وامنه للكبار وليس للاطفال. الطفل لسه قرنية في مرحلة التطور، في مرحلة النمو طبيعي جدا ان الطفل بينمو فمقاس نظره هيتغير، فحتى من الناحية البديهية فطبيعي ان هو حتى لو عمل ليزك هيرجع يلبس نظارة تاني، ولكن كمان بالإضافة الى ذلك القرنية بتاعت الطفل غير مستعدة لان هي تاخد ليزر زي الكبير، القرنية ممكن تكون ضعيفة قدامنا سنين طويلة جدا على ان القرنية دي ممكن تعيشها، فما نبقاش عارفين مستقبلها ايه، هل ممكن يحصل لها قرنية مخروطية في سن الشباب، لان حتى القرنية المخروطية اللي احنا بنخاف منها في حالات الليزك بتظهر اصلا في سن الشباب، فحضرتك ازاي هتعمل لطفل قبل اصلا السن اللي هي معتادة ان هي تظهر فيه وهنبقى متأكدين ان القرنية دي سليمة؟ القرنية دي لسه قدامها عمر كبير قوي، احنا مش عارفين مستقبلها فين، فما ينفعش ان انا اضعفها كمان بالليزر في بداية حياة الطفل يعني. وما تقوليش بقى فلا الله ولا فالك وبتاع الكلام ده، انا وانا عارف كلام حلو بس ما يتقالش في المنطقة العلمية يعني فلا الله ولا ربنا قال، ما قالش ابدا ان انا نفسي في التهلكة بقى، ما قالش ان انا اتحور على عين ولا لسه مش عارف القرار المخروطية تظهر، انت الموضوع واضح للغاية. انت نورتيني واسعدتيني كالعادة ويعني ابدعتي يا استاذ دكتورة هبة متولي استشاري جراحات الحول وجراحات عيون الاطفال والمياه البيضاء، وطبعا صاحب الدكتوراه طب وجراحه العيون وزميل الكليه الملكيه البريطانيه وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الحول والجمعيه الامريكيه لجراحات الحول وجراحات عيون الاطفال، نورتيني وشرفتيني. خليكوا دايما مع الناس الحلوه. اهلا بيكم، النهارده لقاء مهم جدا جدا عبر وسائل التواصل، هيكون مع ضيف مهم للغايه، لكن خلينا اقول لكم ان في نقاط عديده تطرح نفسها بقوة فيما يتعلق بفيروس كورونا. أول هذه النقاط إن في بعض الحالات في العالم ريبريزنت فيروس كورونا زي ما حصلت في بروكلين، حالة دخلت 60 سنة ودخلت بأعراض
تشبه اعراض الذبحه الصدريه كانه هارت اتاك. ولما قاسوا التريبونين لقوه عالي، دي من ضمن دلالات الهارت اتاك، من ضمن دلالات جلطه القلب. وبداوا يجهزوا كل معداتهم كل شغلهم على انهم هيدخلوا يعملوا قسطره ويشوفوا الوضع ايه. دخلوا لقوا انه الشريان الكوروناري او الشريان التاجي سليم 100%، واكتشفوا ان المتسبب في كل هذه الاعراض هو فيروس كورونا نفسه. فده يخليني اقف قدام الفاريابيليتي او الاختلافيه في البرزنتيشن، في التواجد المرضي لهذا الفيروس. كمان نقطه مهمه قوي، هل فيروس كورونا هو فيروس يعمل التهاب رئوي بشكل كلاسيكي، ولا في علامات استفهام في انه في وراء الالتهاب الرئوي؟ مش ده التهاب رئوي طبيعي، ده في زي ما بيقولوا رد فعل مناعي عنيف، سايتوكاينز ستور، او ردود فعل مناعيه مرتبطه بمواد كيميائيه داخل الجسم بتخلي الرد الفعل غير تقليدي، مش زي الالتهابات الرئويه الفيروسيه التقليديه. برضو سؤال هيطرح نفسه مهم النهارده. النهارده اللقاء زي ما قلت لكم مهم جدا، لانه مع قيمه علميه كبيره واسم كبير في عالم جراحات القلب، مش على مستوى المصري فقط ولكن على المستوى العالمي، جراح العالمي الكبير والاسم الكبير في عالم جراحات القلب، استاذنا استاذ جراحه القلب الاستاذ الدكتور جمال سامي، استاذ جراحه القلب الشهير. اهلا بيك يا استاذنا. اهلا اهلا دكتور ايمن باشا، ازاي ساعتك يا فندم؟ والله وحشني جدا جدا. ربنا يخليك، بس يعني حاسس ان احنا بينا مسافه كبيره، المسافه فعليا 2 كيلو بس. طبعا يعني احنا نعتبر جيران يعني، وانت وحشني جدا جدا، لكن اكيد كل يوم ما بيبقاش اليوم له معنى من غير ان انا اشوف تعليقات الدكتور جمال في الفيسبوك واستمتع بارائه واتابع، وخصوصا انه دايما صفحتك منتدى رائع جدا طبي بيلتقي فيه كل أساتذة القلب والبطنة وجراحين القلب في مصر وبره مصر، بيعملوا منتدى على الصفحة عندك. أنا بعشق المناقشات العلمية والمتابعات على يعني على الصفحة، بتبقى كأن أنا قاعد معاك يعني. ربنا يخليك، ده شرف لينا، ودايما وجودك بيسر المناقشة. وأنا بعتبر على فكرة الصفحات ديت والمناقشات ديت مهمة جدا. لأنها بتخلينا يعني نتواصل مع أفكار ناس على درجة عالية من الذكاء، وعلى درجة عالية من القدرة على التفكير خارج الصندوق. وكتير جدا من الأفكار دي زي ما حضرتك شفت الفترة اللي فاتت ديت، بنلاقي إن الناس اللي موجودين في مراكز اتخاذ القرار في علاج الفيروس الجديد ده، في حاجات كتيرة جدا ابتدوا يفكروا فيها زي ما احنا فكرنا فيها، وابتدوا ان هم يحاولوا ان هم يطبقوها. يعني كويس طبعا. انا عايز ابدا الاول حواري مع حضرتك، واسمح لي ناخد من وقتك شويه النهارده واستغل وجودي معاك، لان احنا بقى لنا كام يوم اهو بندور ان احنا نتواصل معاك، لكن انت مشغول عننا شويه. بس جميل قوي ان حياتك مش متاثره، يعني انا حاسس ان حضرتك بتحيا بشكل طبيعي نسبيا، يعني الحظر وكل حاجه، بس حياتك وهواياتك بتعيشها عادي، يعني الغوص في مواعيد. بس الاول حضرتك حاجه، هو يعني احنا لسه ما عرفناش الفيروس ده كويس، انما التوقعات ان الفيروس ده هيقعد معانا فتره طويله. وحتى لو لقينا فاكسين للفيروس ده، الفاكسين ده مش هيبقى افيلبل قبل سنه، ولما يبتدوا ينتجوه على نطاق كبير عشان يكفي سكان الكره الارضيه كلها، دي مرحله تانية، وطبعا هيروح للدول اللي هي بتدفع في التطوير بتاعه الاول. فاحنا مش هيجينا الفاكسين ده قريب، وبالتالي اعتمادنا كله في مواجهه الفيروس ده هو طبعا اعتمادنا على ربنا رقم واحد. انما احنا لازم نتعامل مع القصه دي بذكاء شويه، وفي دول تانية تعاملت معاه بذكاء شديد من الدول المحبه للعمل. وانا متاكد ان الاداره المصريه على اعلى مستوياتها من هذه النوعيه من الاداره المحبه والمقدسه للعمل. فاحنا ما عندناش الرفاهيه ان احنا نقعد قاعدين مستنيين ان في حد يجيب لنا المناعه ديت، او ان احنا
ننجو بطريقه او اخرى من الفيروس. فيروس خطير بيتنقل بصوره سريعه جدا وبيأثر في شريحه معينه من الناس بطريقه عنيفه جدا يمكن تنتهي بالوفاه. فلا يمكن المجتمع كله هيفضل قاعد مستني مين اللي هيجيله ومين مش هيجيله، انما لازم ان احنا نتعامل بذكاء مع الفيروس ده هو. والذكاء اللي احنا قدرنا ان احنا نفهم بيه في الفتره اللي فاتت دي ان مهم جدا حته التباعد الاجتماعي وعدم الملامسه. طبعا هي ضد ثقافتنا كمصريين، احنا بنشوف بعض كنا بنقابل بعض بالحضن وبالبوس في اي حته يمكن ناس ما نعرفهمش اول مره. عجبك كلمه من كان اول مره في الاول لقاء كده في اخره لازم نسلم ونبوس خلاص طالما استظرفنا بعض. فطبعا الحكايه ديت لازم نبتدي ان احنا نتعامل معها بذكاء لغايه لما نطلع بس من القصه ديت. عدم التلامس، التباعد، حمايه الانف والفم والعينين اثناء التواجد في اماكن مزدحمه او في اماكن مقفوله زي المصانع الحكوميه او البنوك، وكثره غسيل الايدين واستخدام المطهرات زي الكحول بكثره، وعدم لمس الوش، وزي ما صديقي واخويا الاستاذ دكتور ايمن ومجد قال غسيل الوش كمان زي غسيل الايدين. كل دي حاجات بسيطه جدا لو عملناها الفيروس ده هينط في الهواء كده ويغطي وش او عين ومش هتلبس حاجه، هتبقى فريكوينت الهاند هايجين زي ما بيقولوا. فالقصه ممكن بسهوله وبذكاء نقدر ان احنا نتعامل مع الخطر الموجود ونحمي نفسنا ونحمي اسرنا لما نرجع البيت. بس انما مش ما عندناش الرفاهيه ان احنا نقعد ما نعملش حاجه. عندي سؤالين مهمين. السؤال الاول فيما يتعلق بطبيعه المرض، يعني رؤيه حضرتك الطبيه عن مستجدات او بمعنى اصح النقاط اللي بدات تكشف عن نفسها في طبيعه المرض ده ايه؟ ده النقطه الاولى. النقطه الثانيه قيمه التنفس الصناعي، يعني برضو بعض الحوارات الطبيه انا يعني في اسئله كتير النهارده انا عايز اسال حضرتك فيها، بس في حوارات وفي يعني نقاشات علميه عن قيمه التنفس، هل هو له قيمه ولا في حالات في بعض الناس في العنايه بتلاحظ ان في حالات ما بتستفدش من التنفس. الحته دي عايزين نفهمها هي والباثوجينيز او طبيعه المرض نفسه. بالنسبه لطبيعه المرض في الايام القليله اللي فاتت ديت ظهرت نتائج التشريح بتاع جثث المتوفين في الصين وايطاليا وفرنسا ومتحدة الامارات، وديت القت بضوء جامد جدا على طبيعه المرض. ما احنا عشان نعرف نعالجه لازم نعرف هو بيشتغل ازاي. فالفيروس ده هو ما بيشتغلش زي الفيروس بتاع الانفلونزا ان هو بيعمل التهاب في الرئه لو نزل تحت، لا هو بيعمل حاجات تانية غريبه جدا. الفيروس ده هو بيهاجم زائد ان هو بيعمل طبعا التهاب في الرئه، انما الحاجه الغريبه اللي فيه ان هو بيهاجم كرات الدم والحمراء اللي هي مسؤوله عن شيل الاكسجين ونقله من الرئه للانسجه المختلفه. بيهاجم كرات الدم، ودي حاجه غريبه جدا بالنسبه للفيروس لان كرات الدم ما فيهاش نواه، وبالتالي الفيروس اصلا مش مفروض ان هو يهاجم كرات الدم لان هو ما فيهاش نواه فمش هيستفيد بيها في حاجه. فبيهاجم النواه او بيهاجم سوري كرات الدم ويطرد الحديد اللي جواها. كرات الدم الحمراء بتاعتنا فيها جزيء حديد هو ده اللي مسؤول عن حمل الاكسجين، فبالتالي لما بيطرد الجزيء ده كرات الدم ما بتقدرش ان هي تشيل الاكسجين وتديه للانسجه، فبالتالي بدخلنا في حاله زي حاله التسمم الحديد باول اكسيد الكربون. لا باول اكسيد الكربون كمان ده غير الحديد اللي طلع ده لسه هيعمل التهاب زي الهيموكروماتوزيس كده، حاجه كده يعني مرض فيه تسمم حديدي. الحديد نفسه لما بيطلع بره بيبقى في حاله متاينه بيلهب جدر الشرايين والاورده الرئه، بيعمل فاسكولايتس في حتت كتير من الرئه، وبيعمل انسداد وجلطات صغيره في الشرايين بتاعه الرئه. وحاله الفاسكولايتس ديت تبقى حاله عامه، زائد ان الهيموجلوبين اللي عندك بقى غير ذي قيمه، يعني اكنك عندك تسمم باول اكسيد الكربون. لو تفتكر الناس اللي بتنتحر ان هي تروح مشغله العربيه في الجراج
طول قاعده بتشم العدم اللي طالع، هي بتموت من اول اكسيد الكربون. اول اكسيد الكربون ده بيروح للهيموجلوبين ويتحد معاه، وبالتالي بيمنع الاكسجين ان هو يجي معاه. انما لما بتدي اكسجين بكميه كفايه الكربوكسي هيموجلوبين ده بيقل. انما في حاله الفيروس دوت حتى لو اديت اكسجين بكميات كبيره مش هيطرده، انما بيساعد كرات الدم الحمراء الثانيه ان هي تاخد الاكسجين اللي هي المفروض ان هي تاخده. فده جزء مهم جدا احنا ما كناش فاهمينه، والجزء ده هو المسؤول عن التلف اللي بيحصل في انسجه الجسم كلها. التلف اللي بيحصل في الرئه واللي بيبان على التهاب الرئوي، التلف اللي بيحصل في اعضاء الجسم المهمه زي القلب، ويبان زي ما حضرتك قلت في الاول المثل اللي هو الو مريض بروكلين. مريض بروكلين المشهور، المريض اللي دخل على انه هارت اتاك، كانه ازمه قلبيه. والانزيمات طلعت واكن في مايوكارديال انفاركشن بيحصل، وهو ما فيش حاجه جلطة في الشرايين، لانه جلطه في القلب. انما ديت بيحصل تلف في عضله القلب مايوكارديتس وهبوط، وهو ده اللي بيؤدي في الاخر للوفاه، اللي هو الهبوط في عضله القلب والهبوط في الكلى وفي الكبد. ازاي المرض ده بيشتغل؟ حط حاجات كتيره حجيله بقى في الفايده بتاعه جهاز التنفس الصناعي. انا شفت مؤتمرات صحفيه للدكاتره الصينيين اللي هم كانوا بيعالجوا الوباء لما ابتدى في يوهان، وساعتها ما كنتش فاهم الراجل الدكتور اللي هو اللي كان مسؤول عن الخطة بتاعت العلاج قال كلمة غريبة جدا، قال لك انهم بيدوا جرعات كبيرة جدا من الكورتيزون، وفهمنا بعد كده زي ما انت قلت حتة السيتوكاين ستورم اللي بتحصل ديت بيقلل رد فعل المناعي بتاع الخلايا الالتهابية. بيدوا جرعات عالية جدا من الكورتيزون، بيدوا الدواء بتاع البلاريا ده هو عشان يمنع التصاب الفيروس بكرات الدم الحمراء، ومن هنا جت التشابه ما بين المرض ده والمرض ده هو. والحاجة الثالثة اللي قالها وبرضه شدت انتباهي الـ early use of ventilators، يعني الاستخدام البدري جدا لأجهزة التنفس الصناعي، يعني ما تستناش ان انت المريض بتاعك يتعب لدرجة ان هو مش قادر ان هو يستحمل اكتر من كده وبعدين تستخدم جهاز التنفس الصناعي. لا، استخدم جهاز التنفس الصناعي من الاول علشان تريح القلب وتريح الرئة، وبأي طريقة ازود كمية الاكسجين اللي واصله له عن طريق تزويد التركيز نفسه، وعن طريق استخدام الميكانيكال فنتليتور او اجهزه القلب، اجهزه التنفس الصناعي بدري عن ما العالم كله متعود ان هو يستخدمه. الحاجات ديت ساعدتهم ان هي تقلل نسبه الوفيات في الحالات اللي هي اضطروا ان هم يتعاملوا معاها في الرعايه المركزه. اللي هو اتدربت ما بين الفيروس بيشتغل ازاي وتطور طرق العلاج بتاعته على مدى الكام شهر اللي فاتوا. خد بالك احنا بنتعامل مع حاجة بقالنا كام شهر، حاجة ما كانتش موجودة قبل كده، ما شفناش المرض ده قبل كده ولا حد شافه قبل كده، ما حدش شاف حاجة بالعنف ده في بعض الأشخاص. بعض الأشخاص اللي هم السن فيه من كبير، يعني من السبعينات الثمانينات في إيطاليا مثلا، يمكن عندنا هنا عشان ما عندناش المتوسط العمر العالي دوت يمكن نبتدي نشوفه في سن اصغر شويه، في ناس المناعه بتاعتهم متاثره، عندهم امراض تانية زي كلى او كبد او امراض في القلب. هي دي الفئه اللي احنا المفروض ان احنا ناخد بالنا منها جدا ونحافظ عليها. والفئه دي بس عشان الناس ما تقولش الفئه دي انا ممكن اكون منها، لان ده متوسط العمر كده، ويعني ممكن اكون عندي قلب وانا مش واخد بالي. انا مش بقول ان انا بعيد عن القصه ديت، لا، انا ممكن اكون واحد من الناس اللي هم معرضين. فبالتالي يعني احنا مش بنقول حاجه ان هي هتحصل لغيرنا، لا، دي حاجه ممكن ان هي تحصل لنا برضه. السؤال اللي حضرتك برضو عايزين نفهمه او نقرب منه شويه، المرضى القلب اللي عملوا عمليات اللي هم ماشيين على ادويه دول دلوقتي
الخوف هيزود عندهم مشاكل التوتر. برضو انا عايز حضرتك يعني توضح للناس خطورة الهلع والخوف على حالة القلب، على حالة الضغط دي، اعتقد انه طبعا زي ما حضرتك بتقول يعني ساعات كتيرة جدا الخوف المبالغ فيه بصورة غير مبررة بيؤدي لضرر اكتر. يعني في ناس ممكن تبقى انت واقف مثلا بتهددها بان انت هتموتها بمسدس او باي حاجه، ممكن يموت من الرعب اكتر من قبل انت ما تبتدي يعني تضربه بالنار. يعني الرعب نفسه في حد ذاته ده حاجه قاتله وتاثيره بيبقى عالي جدا على يعني الاجزاء المختلفه من جسمنا. بتطلع كميات كتيره جدا من هرمونات الادرينالين والنور ادرينالين، بتزود ضربات القلب. اللي عنده بس يعني ضيق في الشرايين بصوره متوسطه ممكن زياده ضربات القلب والنبض والشغل بتاع القلب يخليه اكنه ضيق جامد. فبالتالي مفيش اي داعي ان احنا نفضل قاعدين طول النهار مستنيين ان احنا هيحصل لنا كذا. زي ما احنا عرفنا الفيروس ده ما بيتنقلش بالاكل او بيتنقل بالشرب او مش بيتنقل بالهواء اللي احنا بنتنفسه كده بدون اي وجع، لا هو بيتنقل عن طريق شخص كان عنده الفيروس دوت في صورة أكتب بيكح أو بيعطس أو بيتف في الأرض وإنت جيت اتنشقت الرزاز دوت. في كلام كتير إن الرزاز ده بيقعد شوية متعلق في الهواء، لو واحد بيعطس الرزاز بيمشي مسافة أكتر، لو واحد بيكح، لو واحد حتى بيزعق. يعني في ناس جالهم من حضور حفلة كان فيها كورال، فالناس بتوع الكورال دول طبعا بيستخدموا صوتهم بطريقه عاليه شويه، ففي ناس اللي قاعدين في القاعه اتعبوا. فهمنا لطريقه نقل الفيروس، لو الناس اللي كانوا قاعدين في القاعه ديت كانوا حاطين ماسكات وحاطين واقي للعينين ما كانش ممكن ان هم هتحصل لهم العدوى ده، لان يعني ده مش ده جسم غير حي محطوط حواليه ماده دهنيه، هو ده الفيروس. هو اصلا كيان ضعيف جدا ما بيكتسبش الحياه غير لما يخش جوه جسمنا. فمن السهل التعامل والقضاء معاه بغسيل الايدين بكثره، باستخدام المضادات والزيت اللي بتكحل، بالمضمضه والغرغره بمواد مطهره، بتغطيه الفم والانف والعينين. فيعني مفيش داعي للهلع دهوت، مش هينط ويخترق الحيطان وهيجينا يعني. السوشيال ميديا، الفيسبوك والسوشيال ميديا مرتع رهيب للإشاعات، ومرتع رهيب كمان اللي انا بدات الاحظه للنصابين. يعني بدات تظهر دلوقتي حتت نصابين يقولوا أنا عندنا الدواء، عندنا المنتج رائع جدا يحميك والى اخره. انتشار الإشاعات عبر السوشيال ميديا وأيضا انتشار أساليب النصب عبر السوشيال ميديا. طبعا دي يعني أي جائحة أو وباء أو أزمة في ناس كثيرة جدا لازم تطلع وبتحاول أنها تستفيد بيها، سواء على الناحية الاقتصادية أو على الناحية زي ما حضرتك بتقول الترويج لأدوية ومنتجات اصلا ممكن ما يكونش ليها اي قيمه، والتعقيم عن طريق مش عارف الموجات فوق الصوتيه، والجهاز ده لو حطيته في البيت هيمنع الفيروس ان هو يجي لك. فاحنا بنشوف الحاجات دي كتير. فالنصيحه اللي انا بوجهها للناس الالتزام بالكلام اللي بيطلع من وزاره الصحه عندنا. وزارة الصحة عندنا والحكومة بتاعتنا أداها في الفترة اللي فاتت دي أكثر من رائع، وبيتعاملوا مع الأزمة بنوع دقيق جدا من التوازن ما بين الضرورة الصحية مع الضرورة الاقتصادية. فنسمع كلام الناس من ناحية توصيات الأدوية بتاعتهم، توصيات طرق غسيل الإيدين وطرق التعقيم، وزي ما احنا شايفين الدولة بتوزع الماسكات على الناس اللي بتركب المترو، والناس ابتدت ان هي تفهم الحكاية ديت. يعني انا بشوف ناس راكبين كلهم لابسين الماسكات،
وبالتالي قادرين ان هم يتنقلوا. ويا رب نفضل محميين بالطريقه ديت، يعني الشعب بتاعنا شعب ذكي وكلنا مراهنين على وعيه وعلى ذكائه. القاعده الطبيه اللي انا عايز حضرتك برضو تقولها لشباب الاطباء وخصوصا اللي بيشتغلوا جراحات، انه ما فيش emergency during pandemic، بمعنى انه ما فيش جراح او ما فيش دكتور يتحرك من مكانه الا ما يتاكد ان الاكويبمنت بتاعته كلها والحمايه بتاعته كلها متوفره. الحته دي بالنسبه لشباب الاطباء يعني السلوجن ده جديد على لا لاحظت انه جديد على عموم شباب الاطباء، كل ما اقولها لهم يستغربوه، نو ايمرجنسي ديورينج بانديميك. هم طبعا يعني مش متعودين على القصه ديت، ومتعودين دايما ان هم بيحطوا نفسهم في الصفوف الاولى وبيلقوا بانفسهم في التهلكه علشان يحاولوا ان هم ينقذوا المريض بتاعهم. ودي الصوره اللي نفسي توصل للشعب كله، الاطباء بتوعك دول جزء منك، ولادك واخواتك وابوك وامك خايفين عليك اكتر منك. وزي ما بقول لحضرتك يعني لما بيجي له واحد في الرعايه وبيشوف ان هو نفسه تعبان فممكن يجري على طول ويحاول ان هو يحط له انبوبه وهو مش لابس اي حاجه، خلاص دي كده بيسموها بالبلد يعني دي فوره، يعني لان هو هياخد كميه من الفيروس بجرعه كبيره لازم هيستنشقها او هتيجي في عينيه، وبالتالي ده اصبح مريض. وفقدنا واحد وعضو مهم جدا من الفريق الطبي اللي بيحارب الفيروس. والفريق الطبي اللي بيحارب الفيروس دوت احب اقول للناس ان هو من شباب الاطباء المتواجدين في الرعايه المركزه، دول هم شباب الاطباء مش احنا ما بنبقاش متواجدين في الرعايه طول النهار، ممكن ندي راي ممكن ندي نصيحه، انما اللي بيقوم بالرعايه والعلاج الفعلي هم شباب الاطباء من شباب الرعايه المركزه والرعايه الحرجه. وبرده يهمني جدا في الوقت ده ان انا اوجه الشكر لكل رائد من رواد الرعايه الحرجه في مصر اللي دخلوا التخصص دهوت واللي اصلا ما كانش موجود، يعني استاذنا استاذ دكتور شريف مختار ربنا يديله طول العمر من اوائل الناس اللي دخلت التخصص دهوت وصمم ان هو يكون موجود وقابل عقبات كتيره جدا. دكتور حسام موافي معاك اساتذه، دكتور موافي طبعا يعني اللي مكمل ورافع الرايه بعد دكتور شريف، وليه طبعا معزه خاصه في 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 قلوبنا. الدكتور استاذ دكتور احمد غالي عندنا طبعاً في عين شمس من رواد ادخال الفرع ده في مصر. استاذ دكتور حسين صبري استاذ الرعايه المركزه والتخدير في جامعه عين شمس، واللي كمل بعديه استاذ دكتور عادل الانصاري. الناس دي كلها هي الفرع ده ما كانش موجود، دخلوه ولادهم واخواتهم الصغيرين هم اللي موجودين في الرعايات المركزه في كل حته في مصر دلوقتي، وهم وبلبش في مصر بس، انا عايز اقول لحضرتك في العالم في انجلترا وفي امريكا الولاد دول هم والمصريين منهم هم القاده وهم اللي شايلين عبء مواجهه الفيروس دوت بصدورهم. وبيتعرضوا في الوقت الحالي لاقصى درجات الضغط، ربنا معاهم وبنوجه لهم الشكر والتحيه وللرواد اللي علموهم كمان. السؤال الاخير، الناس كلها بتبقى الان، هل الجراحات الامرجنسي جراحات اللي حضرتك بتجريها سواء مثلا جراحات شريان التاجي او الاورطي، جراحات اللي بتتعمل للمرضى في كل مستشفيات عين شمس او القصر العيني بتجرى بتلقائيه وبانسيابيه طبيعيه جدا في الوقت الحالي؟ عمليات القلب ديت مش عمليات الكتيف، يعني ما نقدرش نقول ان في واحد عنده ضيق في الصمام الاورطي او عنده ضيق في الشرايين التاجيه ان دي حاله اختياريه، لا دي مش حاله اختياريه. لو في واحد اتشخص بالقصه ديت العمليات بتاعتنا موجوده ولازم يعملها، لان كل ما بيستنى كل ما بيحصل مشاكل. فالعمليات ديت موجوده في جميع المراكز الحكوميه والجامعيه والخاصه، مفيش اي حاجه غير متوفره. ويمكن الناس بس في الوقت الحالي لسه يعني عندها شك من الحاجه اللي موجوده الاول اللي هي حاله الكورونا، انما بحب نطمنهم ان مفيش اي مشكله خالص
هم احتاجوا العلاج في الوقت الحالي، ان هم هيلاقوا العلاج وهيلاقوا الناس. واحنا ياما اتعقمنا وكان في احتماليه ان يتنقل لنا، وفي زمايلنا اتنقل لهم امراض من تعقيمهم في العمليات، فاحنا مش هنخاف من الكورونا في الوقت الحالي يعني. دايما انا بقول يعني، حتى لما كنت في جلسه مع زملائي من الاعلاميين واصدقاء خارج الوسط، حتى سالوني يعني كان الحوار، فانا قلت لهم جمله سبحان الله يعني ربنا ألمني، قلت لهم اللي انتم بتشوفوه دلوقتي بس مش مختلف عن اللي كان بيحصل قبل كده. احنا عشنا طول عمرنا قريبين من التي بي، قريبين من فيروس سي، التي بي اللي هو الضرن، قريبين من امراض من الايدز، قريبين من كل الامراض. هي الفرق بس دلوقتي ان احنا عايشين تحت الميكروسكوب شويه، او بمعنى اصح انه الاضاءه والكاميرات بدات توجه لينا بعد فتره طويله كنا عايشينها في الظلال. لكن هو نفس حياتنا دلوقتي هي نفس حياتنا قبل كده، كلها في وان شاء الريسك. الله وان شاء الله ان شاء الله حياتنا يعني هتبقى دايما احسن. انا بتكلم على الاطباء يعني، الاطباء تحديدا، انا بقول لهم على الدكاتره. الدكاتره عمرنا ما 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 ما, ما خوفنا ولا يعني فكرنا اللحظه قبل ما نخش في مريض، لان هو بيحمل نوع معين من الفيروس او البكتيريا اللي ممكن ان هي تهددنا. احنا جزء كبير جدا من المرضى المصريين بتوعنا عندهم فيروس سي، الحمد لله دلوقتي الحكايه دي بتختفي، انما في الوقت اللي هم كانوا عندهم فيروس سي كنا بنعمل لهم العمليات بصوره عاديه تماما. في ناس كثيره مننا حصل لهم اصابه وهم متعقمين من ابره او من مقص او من مشرط، احتماليه ان كان يتنقل لنا عاليه، وفي ناس اتنقل لهم. فاحنا يعني عمرنا ما بنخاف على نفسينا قد ما احنا بنخاف على المريض اللي هو جه يحملنا مسؤوليه ان احنا نعالجه، لان دي مسؤوليه كبيره جدا، وبصرف النظر عن عنده ايه وممكن نتاذي منه ازاي، فده لا يمكن يكون حائل. يعني طول عمرنا زي ما حضرتك بتقول التي بي، دكاتره الصدر طول النهار بيتعاملوا مع عيانين عندهم تي بي وبيكحوا في وشهم، انما يبقى هم محدش يعني انا الفكره انه احنا بس الفرق بين الصورتين ان دلوقتي بقت احنا عايشين تحت الميكروسكوب بتاع الشعب كله، متشافين شويه بالشعب اكتر يعني، وده كويس. نعمل ان هو بس طبعا، لان برضو كان في الفتره اللي فاتت دي كان في صوره سلبيه شويه بتتنقل للناس عن ان الدكاتره دول مش مهتمين، ان الدكاتره دول يعني مهتمين بس بنفسيهم لا طبعا. الناس لو تعرف قد ايه الدكتور بيحارب علشان المريض بتاعه، بيخاف عليه اكتر من اهل المريض نفسه، لانها مسؤوليه. انت واحد جيت حملتني حياتك ازاي يعني حاجه مش بسيطه يعني. انت كالعاده الحوار معك ممتع للغايه، وانا سعدت جدا بهذا الحوار رغم ان هو عن يعني عبر وسائل التواصل، لكن استفدنا من وجودك استفادة كبيرة جدا. أعتقد أنه واحد من الحوارات التفصيلية اللي لازم الناس تسمعها كتير، فيها تفاصيل دقيقة للغاية. والحقيقة كمان عايز أقول لحضرتك أن أنا حظي وحش، أنه كل منوي أن أنا أكون معك في إحدى رحلات الصيد الجميلة على يعني بيحصل ظرف مرة مش عارف إيه مرة إيه، يعني مش مكتوب لي الظاهر أن أكل سمك من إيدك. لا 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 لا، إن شاء الله هنتقابل بصرف النظر عن الكورونا مش كورونا، هنتقابل. اللي ما يعرفش طبعا اللي لازم الناس تعرف ان الدكتور جمال سامي من الغواصين البارعين ومن هواة الصيد او من محترفي بقى الصيد المتميزين في مصر وفي العالم العربي يعني، فلازم الناس تعرف عنك. كنت حضرتك عايز تقول ايه؟ لا انا كنت عايز اقول لك ان برضه يعني احتماليه ان حد يحصل له حاجه من عدوى في وجوده على شاطئ البحر او في وجوده جوه البحر، دي احتماليه قليله جدا. طبعا يعني مش عايزين نخوف الناس من القصه ديت، عشان بلاقي ناس قاعدين على البحر، طب يعني هيحصل ايه لما يقعدوا على البحر؟ ده بالعكس، ده الهواء نفسه بتاع البحر والفريشنس بتاعه ان هو بيتجدد على طول، ده لا يمكن
بحط اي احتمال ان اي حد يحصل له اي حاجه يعني. المناعه احنا عايزين المناعه تتحسن بتاعت الناس. والله اللي حابب يروح يقعد في بيته ويكون قريب من البحر يروح يقعد، بس يعزل نفسه ويكون بعيد عن الناس ويكون واخد الاحتياطات وقاعد ومعاه اكله وبتاعه تمام. يعني حاجه جميله جدا جدا جدا. الحقيقه وحشتنا جدا، والنهارده يعني زي ما قلت لك يوم جميل ان احنا سمعنا حوارك الممتع جدا والتفاصيل مهمه جدا ومتنوعه. طبعا الجراح العالمي الكبير استاذنا الاستاذ الدكتور جمال السامي وحشتنا ونورتنا واسعدنا جدا بوجودك معنا في الناس الحلوه. اكيد الحوار مرسي جدا دكتور ايمن، ربنا يخليك يا فندم. الحوار مع دكتور مرسي. جمال بيه كان حوار مهم جدا ونقاطه كانت مهمه وتفصيليه، واعتقد احنا ما سيبناش نقطه وكلمنا في نقاط مهمه جدا فيما يتعلق بالنظره الطبيه الاكثر قربا لتطورات هذا المرض، لكن يبقى نقاط الكورونا عديده ومتنوعه. خليكم دايما فاهمينها كويس جدا، وخليكم فاهمين ان هذا مرض من الامراض اللي هيكشف الكثير من صفحاته ومن وجوهه في الفترات القادمه. خليكم دايما مع الناس الحلوه. رصة السنان ورسمة الأسنان دي بتنم عن سلوكيات البني آدم اللي قدامنا. التشخيص السليم التكنولوجيا فيه شرط أساسي وركن ركين. بيهتم بأناقته، مفيش حد بيبقى أنيق وأسنانه بايظة. هو مش شكل بس، انا عايز شكله وفانكشن وكل حاجه. من يقوم بعلاج الضب عن طريق الجراحه؟ الضب بسبب العض ده لازم جراحه. الدكتور كريم مكادي استشاري تجميل الاسنان وجراحه الوجه والفكين، عضو كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو الجمعيه الامريكيه لاطباء الاسنان. اهلا بكم. على فكره تنظيف السنان ده شيء مهم جدا، الاهتمام والعنايه بيها ده من زمان من قديم الازل. انا بحب التاريخ فاسمحوا لي شويه كده اكلمكم من وقت للتاني على التاريخ في فروع الطب المختلفه. اول فرشه سنان اتعملت كان سنه 3500 قبل الميلاد، وده كان اللي عملها البابليين والله دي حاجه حلوه خالص، هل دي اللي اتعملت فعلا في الوقت ده والمصريين طبعا الفراعنه. كمان في عام 1600 قبل الميلاد الصينيين بدأوا يجيبوا أعواد المضغ ويستخدموها، طبعا دي عبارة عن أغصان معينة بتستخرج من أشجار عطرية بتدي رائحة جيدة للفم. الصينيين أول من عمل فرشاة سنان حقيقية بقى أقرب إلى الوضع الحالي، واستخدموا فيها الشعر الخشن من الحيوانات، وكانوا بيربطوا الشعر ده على أعواد شجرة البامبو. التصميم الصيني انتقل لأوروبا، وبدل ما كانت تستخدم من حيوانات معينة لا استخدموا شعر الخيل، بدأوا يستخدموه ولأنه شعر الخيل أكثر نعومة. وبعدين بدأت في 1780 في إنجلترا تظهر الفرشة الأسنان الحديثة بقى اللي عملها كان ويليام أديس، وكانت مصنوعة من شعر الخنزير والعظام بتاعة الماشية. دي أول فرشة أسنان اتعملت. في سنة 1844 ظهرت أول فرشة أسنان بثلاث صفوف شعر اللي هي بقى أقرب حاجة للحديث، وقعدت فترة طويلة تتعمل فرشة أسنان من شعر الحيوانات لغاية لما جه ولس هيوم ده عمل أول فرشة سنان لها شعيرات مصنوعة من النايلون سنة 1938، وبدأت بقى تنتشر بمختلف الأشكال والأنواع والأثمان فرشات الشعر فرشات السنان اللي بتعمل تنظيف للسنان. لكن في ناس كتير قوي ما تعرفش فين فرشة السنان بتاعتهم. في ناس مش عارف تقول يعني صعبين قوي، يعني فرشة السنان لازم تستخدم الصبح وبالليل وبالليل قبل ما تنام كمان، والخيط أهم من فرشة السنان في رأيي. النهارده هنتكلم على حاجات كتيرة يمكن ما بنتكلمش عنها كتير. النهارده حلقتنا عنوانها ما بين المشهور
والمسكوت عنه مع ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في عالم الأسنان المبدع دائما في حواره الأستاذ دكتور كريم مكادي. أهلا بك. أهلا بحضرتك دكتور. بحب التاريخ أنا. جدا جدا. تاريخ جميل. بيعرفنا الحضارات اللي فاتت وده اللي بيعلمنا هنعمل إيه قدام عشان نطور الكلام ده. والناس بتاع زمان كانوا مهتمين بس جدا جدا أوي. وده بيبين لنا قد إيه هم بيهتموا بالنظافة عامة، لأن الاهتمام بالفم والأسنان ده دي اللي ستارت بتاعة الاهتمام بالهيجين عامة. اللي ما يهتمش بسنانه مش هتلاقيه مهتم بحاجة، بأي حاجة خالص. خالص ده حقيقي. عايز أقول لك إن عنوان النهاردة دايما حاجات مش مطروقة قوي، ما حدش بيتكلم عنها كتير، وهبدأ باللثة. اللثة الناس ما بتهتمش بيها. الابتسامة اللثوية في ناس كتير مش فاهمها. الابتسامة اللثوية هي إن اللثة تظهر في أثناء الضحكة أكتر من 3 مللي. هي المفروض الطبيعي الرينج الطبيعي بتاعها من 0 ل 3 مللي، فاحنا لما بتظهر اكتر من كده دي بنسميها الضحكه اللثويه. بيبدا اسبابها كتير جدا، ليها كذا سبب. اول حاجه يا اما ان العضله بتاعت الشفه نفسها بتترفع زياده اثناء الضحك، يا اما ان احنا عندنا حجم اللثه بيكون مغطي جزء كمان من الاسنان بيكون طويل شويه، يا اما اللثه وعظام الفك كلهم نازلين زياده عن اللزوم. تمام. طيب كل واحده ليها طريقة العلاج بتاعتها المثلى. يعني لو أنا عندي اللثة نازلة على الأسنان وطويلة شوية، ممكن بعلاج ليزر بسيط جدا نقدر ندخلها في الرينج الطبيعي اللي هو من 0 ل 3. أوكي. لو عندنا الشفة بتترفع بشكل كبير جدا، ده احنا بنعمل جراحة بسيطة إن احنا نثبت الشفة على مستوى أقل شوية ونخيطها في المكان ده، فبعد كده ما تطلعش أثناء الضحك مرة تانية. دلوقتي البوتوكس تدخل في الموضوع، بس ده بيبقى حاجة تيمبري، يعني ممكن المريض يبدأ الأول يشوف شكله لما الضحكة اللثوية تنتهي هيبقى شكلها عامل إزاي، بنحقن بوتوكس في حتت معينة، فلما يضحك المريض ما تترفعش الشفة جامد فما يتبانش الضحكة اللثوية بتاعتنا. إيه اللي يخلي الابتسامة اللثوية تتكون؟ لا دي حاجه، دي فاريشنز طبيعيه. حاجه فاريشنز طبيعيه ممكن تبقى وراثيه، وفاريشنز بتحصل من حد للتاني. ازاي بقى نبدا نتعامل معاها؟ نبدا نتعامل معاها ان هي طبعا بتبقى مضايقه الشخص اللي عنده الضحكه اللثويه في الضحك، ان هو بيبقى مش عارف يضحك كويس، مش عارف يعني مش عارف يتعامل معاها، فبيبدا يروح للدكتور اللي بيشخصها اللي هي لاقيها اكتر من 3 مللي ويبدا يتعامل معاها. زي ما احنا شايفين هنا، دي هنا عملنا عمليه جراحيه بسيطه جدا، دي اخذت حوالي ربع ساعه. حضرتك لو شايف الفيستيبيول اللي هي مكان اللي تحت الشفه العلويه هتلاقيه عالي قوي في الناحيه الشمال المريض. اوكي. اما بالناحيه الثانيه هنلاقي ان احنا سحبناها بعمليه جراحيه وثبتناها على مستوى اقل، فالمريض بعد كده بقى بيضحك من غير ما اللثه بتاعته بتبان، فشكلها احسن كتير جدا وما خدتش وقت ولا مجهود ولا تعب. هنا احنا عندنا الموضوع ده كان في كذا حاجه. الموضوع ده في هايبربليزيا بالظبط كده اهو. احنا عندنا اضطرينا ان احنا نشيل جزء من اللثه ونشيل جزء من العظام اللثه، فبدات الاسنان كبيره جدا، فبدانا نجمل الاسنان نفسها، اخذنا لها مقاساتها، دخلنا على الدي اس دي اللي هو ديجيتال سمايل ديزاين، بدانا نصمم شكل الابتسامه ان احنا بعد كده نركب عليها تركيبات ثابته نرجع بيها شكل السنين ما تبقاش حجمها كبير. فبعد كده وصلنا من النتيجه اللي فوق للنتيجه اللي تحت. طبعا يعني هنا يعني فرق كبير قوي، يعني فرق كبير، فرق مذهل مذهل. يعني اتعمل فيها حاجات كتير قوي، كمان سحبنا الشفه العلويه ان هي بقت ما بتطلعش عن حته معينه بعمليه جراحيه صغيره. ثبتناها. فهي دلوقتي هي تحت بتضحك وشكل الضحكه كويسه قوي، بس الشفه مش عارفه تطلع اكتر من كده. فبالتالي بقى شكل المنظر اللي احنا قدامنا ده. التجاهل اللثه مثلا ده يعني انت بتشوفه؟ انا هقول لحضرتك فريكوينت الايه، يعني بتشوف متكرر؟ بنشوف القصه دي كتيره، والناس مش فاهمين حلها ايه. هم فاهمين ان الدنيا انا شكلي كده، مش عارفين ان احنا دلوقتي نقدر نصلح الكلام ده بطريقه بسيطه جدا زي ما احنا حكينا، سواء ليزر. على فكره ممكن بالليزر لو هي الرينج بتاعها مش عالي يا دوبك بنرفعها بالليزر وتبقى الدنيا كويسه جدا. الليزر بيشتغل بس في حالات تحتاج جراحه. زي الحاله اللي هي الاولانيه اللي احنا وريناها لحضرتك، دي كانت بتترفع بزياده فمستحيل الليزر يجيب كل ده. فبنضطر ان احنا نثبتها على مستوى اقل من كده. في عندكم في طب الاسنان في كلمه خطه علاجيه، دي زي ما تقول كده يعني ايه اكبر يافطه بتتحط. اهم حاجه في الخطه العلاجيه جود دايجنوزز از جود بروجنوزز، يعني عملنا دايجنوز شخصنا صح، التشخيص الجيد هنوصل للنتائج او للعلاج المظبوط. طيب
ستارت للتشخيص الجيد دلوقتي التكنولوجيا وصلتنا لحاجات كتير جدا زي الاشعه المقطعيه اللي هي الستارت بتاعت التشخيص. احنا عندنا التشخيص عباره عن كلينيكال، احنا بنبص بس عينينا ما تقدرش تخش تخترق العظم اللي موجود، ما تقدرش تخش تشوف جوه الاسنان دي في ايه. فعملوا الاشعه ثلاثيه الابعاد او الاشعه المقطعيه دي اللي بتقدر نقطع بيها الفك من قدام لورا او من تحت لفوق او كروس سكشن كده اهو، فبنقدر نمسك كل حته نكشف عليها لوحدها نعرف الحته دي اه ده احنا عندنا فيه تسوس هنا، ده احنا عندنا العظم هنا فيه مشكله، كيس دهني ظهر، فيه خراج مزمن ظهر، هل نقدر نزرع في الحته اللي اتخلعت دي ولا لا. طب احنا دلوقتي في عندنا تسوسات بتظهر تحت اللثه دي ما تبانش بالدياجنوزس العادي، لا بتبان بالاشعه المقطعيه. هنا في الاشعه فيديو الاشعه المقطعيه ده احنا بنستخدم الاشعه المقطعيه عشان نحدد مقاسات العظم والكثافه بتاعته، يعني نحدد طوله وعرضه وسمكه وكثافته عشان نختار الزرعه المظبوطه ونحطها في المكان المظبوط. وبعد كده الدنيا تطورت اكتر من كده ان احنا بقينا بنربطه بالسيرك، فبنقدر نخلي ان هو في نعمل ديزاين يقول لنا لو احنا حطينا الزرعيه في المكان الفلاني هتدينا في الاخر شكل السنه الفلانيه، وده احسن مكان عشان يطلع لنا ضحكه مظبوطه. يبقى عملت كل حاجه صح، كل حاجه دي التكنولوجي. الخطه العلاجيه اذا كلمه مهمه الناس فاهمها، دي اهم حاجه. التريتمنت بلان برضو الناس فاهمها ولا لسه؟ لا احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان المريض بيبقى عارف عندي وجع يعني عندي تسوس، هيروح للدكتور بيقول له احشي لي الضرس الفلاني عشان بيوجعني، مش فاهم ان هو المفروض الدكتور يكشف على الفم عامه لان ممكن تبقى حاجه مؤثره على حاجه تانية، ويبدا يعمل خطه احنا هنبدا نعالج كذا الاول عشان كذا بيأثر على كذا، ونبدا واحده واحده لحد ما نوصل للبروجنوزز المظبوط. ايه الخطه العلاجيه في الزراعه؟ الخطه العلاجيه اول حاجه المريض لما بيجي بنبدا نعرف الميديكال هيستوري بتاعته، نبدا نتكلم معاه، انت عندك ضغط سكر قلب اي مشاكل صحيه؟ اي نعم دلوقتي التكنولوجي في صناعه الزراعات تطورت بشكل كبير جدا ان هي بقت تقدر تقف قدام امراض كتير، يعني لسته الامراض اللي احنا ما كناش بنزرع معاها زمان قلت جدا دلوقتي. فبنبدا نعرف الميديكال هيستوري بتاعته، لان هو لو دايابيتك ان كنترولد لو هو بيعدي ارقام كبيره في الدايابيتس يعني السكر لو عنده سكر مش منتظم بنضطر ساعتها ان هو هنخليه ينتظم الاول وبعد كده نعالجه عشان نعرف الزراعيه دي تنجح. اوكي فبنبدا نشوف الميديكال هيستوري بتاعته، بعد كده بنعمل له اشعه مقطعيه عشان نعرف طول وعرض وسمك العظم قد ايه. بعد ما نعمل اشعه مقطعيه ونطمن ان كل حاجه مظبوطه، هل العظم بتاعه كفايه ان احنا نحط فيه زراعات ولا محتاجين نحط عليه نزرع عليه عظم، هل في قريب من الجيوب الانفيه محتاجين نرفع الجيوب الانفيه ولا الدنيا كويسه، هل قريب من نيرفز او اي فايتلز عشان خاطر هتضايقنا في الزراعه هنبوظ اي حاجه تانية. بعد كده بتبدا عمليه الزراعه. هنا احنا عندنا دلوقتي الزراعه تطورت بشكل كبير جدا، بقينا في وقت صغير جدا، يعني الزراعيه بتاخد من 5 لـ 8 دقايق، بنحط الزراعيه بنفتح فتحه صغيره خالص ما تتعداش الملي، بنبدا نشتغل منها زي ما احنا شايفين، هو ما فيش اي مشرط فتح الحته، احنا يا دوبك بندخل الدريلز كلها من الفتحه الملي بتاعتنا وبنحط الزراعيه بتاعتنا. هنا احنا حطينا طربوش مؤقت على الزراعيه عشان المريض يخرج في نفس الجلسه بالسنه بتاعته. فالدنيا في عالم الزراعه تطورت بشكل كبير جدا، بقى المريض ممكن يبقى داخل من غير سنه يخرج بسنه في نفس القعده. يخرج بسنه في نفس الجلسه. نفس الجلسه. يعني بالظبط. شيء رائع. لكن خلينا اقول السيتويشن بقى، ما ساعات الزراعه ما بتبقى حواليها سيتويشن. الدنيا مش جنه على طول. مش جنه على طول. مش جنه على طول. مثلا الزراعه في انسان عنده سكر، بيقف قدامها شويه. نقف قدامها لحد ما نشوف هو سكره ده وضعه ايه، سكر التراكمي بتاعه فين، الدنيا ماشيه ازاي عشان نبدا عمليه الزراعه. لكن مريض السكر المنتظم هو ده زي اي بني ادم عادي او زي اي انسان، التعامل معاه في موضوع الزراعه ما فيهوش اي مشاكل خالص. نيجي للناس اللي عندها مثلا فقد الكميه كبيره من السنان، ما فيش سنان مثلا فوق او تحت، دي من المشاكل اللي بتواجه الصحراء. دي الصحراء دي في ناس كتير جدا اللي هي ما كانش عندهم ثقافه زراعة الأسنان قبل كده، سابوا نفسهم بعد ما خلعوا السنان كلها، سابوا نفسهم فترة طويلة بالأطقم المتحركة. الأطقم المتحركة دي مشكلة كبيرة جدا يا دكتور أيمن. خلي بالك لو هي جزئية فهي بتبقى ماسكة في أسنان بمشابك، طول ما المريض بياكل هي عمالة تلخلخ في الأسنان بتاعتها، عمالة تاكل في العظم اللي تحتيها. زي الحالة اللي قدامنا دي، ده قعد فترة طويلة من غير أسنان بأطقم متحركة، جالنا لقينا إن كمية العظم اللي موجودة أقل من اللي احنا نقدر نزرع فيها. يعني خلي بالك يا دكتور ايمن، احنا عشان نحط زراعيه وتنجح لازم يبقى عندنا ملي من كل جنب من جوانب الزراعيه عشان تقدر تمسك نفسها. ما لقيناش الملي
اقل زراعيه عندنا 2.7، ارفع زراعيه تمام 2.2 من 2.7 من الملي، فانت كده محتاج 4.7 من الملي عظم عشان تحط فيها الزراعيه دي. تمام، ما عنديش الكلام ده. بنبدا نعمل ايه؟ ناخدها يا اما يكون في حته فيها المقاس ده وبقيه الحتت ما فيهاش المقاس ده، فدي ساعتها بنحط الزراعيه ونحط معاها عظم ونسيبهم فتره كل الكلام ده يمسك مع بعضيه. يا اما ناخد ستيج 1، احنا اول حاجه هنزرع عظم، نزرع عظم عشان نعمل الميديا او البيئه او التربه اللي احنا هنزرع فيها، نحضرها للزراعه. نبدا نرفع الجيوب الانفيه لان اكيد العظم اللي تحت الجيوب الانفيه كش، فهنضطر نرفع الجيوب الانفيه ونحط العظم تحتيها ونسيب المريض من 4-5 شهور لحد ما العظم ده يمسك نفسه. بعد كده بيجي لنا نبدا عمليه الزراعه الطبيعيه، نبدا نحط الزراعات بتاعتنا، الفك الفاضي خالص بنحط له من 4-8 زراعات، عاده بنحط 6 زراعات زي ما احنا شايفين هنا. الحاله دي غير الحاله الاولانيه، دي كان مشكله فيها ان هي العظم مش موجود تقريبا، فدي دي 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 زرعنا فيها عظم في الاول ورفعنا لها جيوب الانفيه عشان نعرف نحط الزراعات. ده منظر الزراعات بعد ما تركبت. الزراعيه عباره عن جسم وراس، احنا بنسيب الجسم جوه العظم الاول وبعد كده بنركب الراس ساعه التحميل، ودي الاسنان بتاعتها بعد ما حملت. القصه دي اخذت منها 6 شهور. اخذت 6 شهور؟ بس احنا عاده الزراعات بقى دلوقتي الوقت بتاعها اقل، بس هي دي الكيس دي عشان ما فيش عظم تماما. الحاله اللي فاتت دي لفت على ناس كتير ومش عايزين يزرعوا لها عشان عارفين الفيلير عالي. هنا في الحاله دي كان في مشكله عندها، ده عمل حادثه، هو مش من مصر، هو من بره مصر، عمل حادثه، كان التشخيص بتاعه مش بالاشعه المقطعيه، كان بالاشعه 2 دي عاديه اللي هي ثنائيه الابعاد. لقوا ان العظم بتاعه كويس بس السنان بتتحرك، فبداوا يثبتوا الاسنان دي بسلك. خلي بالك يا دكتور ايمن، لو احنا شلنا سنه، لو سنه وقعت بقى نتيجه خبطه او حاجه، لو رجعناها مكانها وثبتناها هتثبت. فهم بداوا يثبتوا له الاسنان ده. المهم هو فضل بالام فتره طويله لمده سنه وهو مش عارف ليه، يروح يقولوا له لا انت ما عندكش حاجه. لما جالنا عملنا له اشعه مقطعيه اكتشفنا ان في كسر في العظمه اللي ماسكه السنين الاماميه دي كلها، والكسر ده بدا يكون انسجه في اللاين بتاع الكسر نفسه. فاضطرينا ان احنا نفتح وننظف الانسجه دي كويس قوي ونزرع عظم مع العظم اللي موجود ونثبته بشرايح ومسامير، وحطينا الزرعات بتاعتنا في العظم بتاعه. وبعد كده ده المنظر ده بعد 2.5 شهر تقريبا، وقدرنا في الاخر يبقى باسنانه زي ما احنا شايفين كده. كل قصه ليها يعني زي ما يقولوا طريق، ليها قصه، ليها مشاكل، ليها كل قصه تحدي جديد. كل قصه انت بتقابل ده صعوبه خاصه بالظبط. احنا معظم الناس اللي بتجيلنا بعد ما بتيأس، اللي هي بتبقى لفت، هي مش لاقيه اي حل، فهي جايه ايه الحل اللي عندك؟ واحنا لازم نطلع الحل ده. ما هو ده مهم جدا. طب لو واحد جالك بقى سيتويشن معين عنده العظم قل وكمان اللثه كمان قلت قوي، فانت لما هتحط تزرع هنا بقى هتبقى سنه طويله قوي. هنا يجي بقى الكومباينيشن بتاعه الدي اس دي، فكره ان احنا زرعنا وعملنا سمايل ديزاين، فهنلاقي ساعتها ان الاسنان كبيره، فهنبدا نعمل له لثه صناعيه في التركيبه بتاعته عشان نرسم له لثه لما يضحك تبان شكلها هيلثي. وخلي بالك يا دكتور، هي دي بتحدد، حضرتك قصدك انها بتحدد الفيرتيكال دايمنشنز هنا اهو، اللي هي مناسبه للفك، اللي هي لو قلت هتعمل لنا الرينكلز او هتعمل لنا تجاعيد هنا اهو. فاحنا بعد ما العظم قل وكش، بس احنا نجحنا ان احنا نحط الزرعات بتاعتنا في الوضع ده، احنا محتاجين نحافظ على الفيرتيكال دايمنشنز ده. فبنبدا نلاقي المسافه كبيره قوي، لو حطينا سنين بس كده اهو نلاقي حجم سنه كبير. هنعمل ايه؟ فبنبدا نعمل جزء في التركيبه بتاعتنا من فوق بيبقى لثه ما يبانش خالص، ما فيش حد عارف ان دي لثه صناعيه غير احنا والمريض بتاعنا، ونبدا نرسم له رصه السنين الايديال اللي هو عايز يوصل لها، اللي احنا شايفينها جماليا شكلها تبقى لايقه عليه، اللي هي متصممه على شكله وشخصيته وعلى جنسه والكلام ده كله، ويخرج في الاخر عندنا شكله زي الفل. برضو دي بقت حاجه كومن جدا. لان احنا طبيعي خلعنا فتره طويله، الناس بتوع زمان بالذات ما كانش فيه فكره الزراعه دي ولا منتشره، فما كانوش كان العظم بيكش بيجولنا وهم رايحين من الدنيا خالص عندهم. فبقى كومن بالنسبه لنا ان احنا نعوض الفيرتيكال دايمنشنز بالطريقه دي. دي حاجه بقت كومن جدا. حلو قوي. لو جالك عيان
مثلا زي هنا هنا برضو. هنا يا دكتور ايمن بدون قطع الكلام زي ما احنا شايفين اللثه اللي موجوده تحت دي كلها دي مش صناعية. مش اللثه بتاعته دي الحاله اللي احنا دي اللي احنا عاملينها دي لثه صناعيه بالظبط كده عشان اخلي بالكم دي لثه صناعيه اسمها ايه انت قلت لي من شويه اللي هي دي اس دي حاجه كده دي اس دي ده ديجيتال سمايل ديزاين ده اللي احنا بنعمل عليه الديزاين بتاع الاسنان عامه لكن هنا دي اللثه الصناعيه احنا لما عملنا الديزاين لقينا ان حجم الاسنان هيبقى مش طبيعي الله فاحنا محتاجين نكمل اللثة اللي ناقصة أيوة. فبنبدأ نحط له اللثة دي ونرسمها له بالشكل الأيديال ونحط له أسنان بالشكل الأيديال زي ما احنا شايفين حدش ياخد باله قوي انها خالص حضرتك يعني لو حضرتك ركزت قوي احنا مفتحين الدنيا هتجيبها بالعافية عشان احنا مفتحين لكن هو بيتكلم عادي مفيش أي حاجة محدش ياخد باله خالص بس مهم قوي ان السنة ما تبانش طويلة قوي وتبان طبيعية بالزبط. في فروقات لثة باينة احنا بندور أول حاجة علاج واحنا بندور على الطبيعية احنا مش عايزين حد يعرف ان انت عامل حاجه انت ما عندكش سنين خالص احنا وصلناك ان انت بقى عندك سنين بس مش لازم اي حد يعرف ان انت عملت اي حاجه في سنانك عشان كده حصل تطور وطفره كبيره قوي في التركيبات الثابته حضرتك لو لاحظت هتلاقي ان في تركيبه تبص عليها كده ممكن تبقى الوانها عاديه جدا ومفيش مشاكل بس دي فيها حاجه مش طبيعيه اي تركيبه جواها متل بتقفل الضوء سبحان الله السنه بتاعتنا الطبيعيه ترانسلوسنت فيها نسبه شفافيه بتعدي الضوء بينما لو حاجه جواها متل بتقفل الضوء بتفتقر للطبيعي عشان كده دلوقتي بقللنا قوي استخدام البورسلين بتاع زمان وبقينا نستخدم الزيركونيوم الزيركونيوم اللي هو عنده الترانسلوسنسي بتاعت السنه الطبيعيه وبعد كده الدنيا لما تطورت شويه وصلنا لحاجه اسمها زيركونيوم مالتي لاير المالتي لاير ده بيبقى عباره ان هو متعدد الطبقات لو حضرتك بصيت في المرايه على السنه الطبيعيه هتلاقي ان هي قريب من اللثه اغمق من الاطراف هتلاقي ان هي قريب من اللثه معتمة اكتر من الاطراف الاطراف فيها الشفافيه اعلى عملوا بلوك دلوقتي بين طبقات متعدده كل واحده ليها لونها وليها الشفافيه بتاعتها عشان تدينا تدريجه الالوان دي السنه اللي بتطلع من البلوكيه دي دكتور السنان نفسه ما يقدرش يعرف ان دي مش طبيعيه الا لما يقعد المريض ويكتشفها بالعافيه يعني يقعده على كرسي كشف ويبدا يكشف بالادوات بتاعته وبيكتشفها كمان بالعافيه لان هي شكلها طبيعي جدا عايز اقف قدام نقطه واحد جالك عنده سنه مفقوده كويس فانت بتكلمه على الزراعه هو سمع التركيبات في حوار عقلي جوه دماغه ما بين التركيبات والزراعه هل هو صراع هل في حاجه احسن من حاجه ولا كل واحد يناسبه ايه هي وحده وتضامن يوصلنا لاحسن نتيجه حلوه وحده وتضامن طبعا هي التركيبه لوحدها يعني فكره ان احنا بنبرد سنان طبيعيه عشان نعمل تركيبه الاسنان دي دلوقتي ما بقتش مستخدمه قوي لان احنا حرام نبوظ التو ستراكشر بتاعت ربنا لكن احنا بنستخدم التركيبات في حاله احنا دلوقتي عندنا سنه واحده اتخلعت هنحط الزراعيه لازم هنركب فيها الطربوش بتاعها اللي بيدينا شكل السنه طب لو انا عندي ما فيش اسنان خالص هل انا هزرع كل سنه لوحدها هل انا محتاج ان انا ازرع 16 سنه فوق 16 سنه وضرس فوق و16 سنه وضرس تحت صعب ساعتها العظم لا طبيعي ما ينفعش العظم هيفلق مننا هي نفس فكره لو خشبه دقينا كذا مسمار جنب بعض هتبوظ الخشبه فاحنا بنزرع من 4 لـ8 زراعات ونبدا نوصلهم ببعض بالتركيبات الثابته اللي هو محتار ما بينهم دي هي تركيبات ثابته بتكمل لي الشغل بتاعي مش بيتعارضوا مع بعض يعني التركيبات الثابته تكمل عمل الزراعه ولا تتعارض معاها لكن لو سنه واحده تفضل لها زراعه ولا تركيبه لا بنحط الزراعيه ونحط عليها الطربوش اللي هو التركيبه ثابته برضه ما انا فاهم انا افضل من البريدج طبعا افضل من طبعا لان احنا عندنا البريدجز دي اول حاجه العظم اللي تحت السنه اللي اتخلع دي بيبدا يكش فاحنا عملنا البريدج ده او في الاول اول ما عملناه كان اكيوريت جدا ومفيد جدا وما بيدخلش اكل ولا اي مشاكل العظم كش من تحتيه هيبدا يعمل لنا مارجنز تحتيه تدخل الاكل هتسوس السنان اللي جنبيها فهتبوظ السنتين الموجوده في الحاله دي زي ما احنا شايفين دي بنوته كانت خطوبتها تاني يوم حصل لها مشكله كسرت لها السنه بتاعتها كسرت قبل الخطوبه بيوم ده بيبقى حسب بقى وحاجات كتير قوي فجت لنا هنعمل ايه بالظبط هنعمل ايه بالظبط ايوه عكوزات فاحنا هنعمل ايه فيها حطينا زرعيه مكان السنه المكسوره وحطينا لها طربوش هي خرجت بعد ساعتين من عندنا باسنانها زي ما احنا شايفين على الصوره الناحيه الشمال حملت تحميل لان هنا كان في عندنا جدر فكره التحميل الفوري والتحميل اللي هو الديليد ده بيبقى حسب الكيس لو احسن حاجه طبعا في الدنيا ان احنا نخلع
ونحط الزراعية مكانها، لأن لسه بيبقى فيه الدم غني بعناصر النمو والشفاء. فاحنا بنقدر نحمل عليها، بس بنعمل لها يعني بريكوشنز معينة ان احنا نقدر نحافظ على الزراعية دي لحد ما العظم يمسك كويس فيها. كمان احنا ممكن بنحمل ساعات فوري في الحالات اللي هي العظم بتاعها يعني كويس، يعني عندي سمك عظم كويس، طول عظم كويس، كثافة عظم كويسة. كل ده بيترجم عندي ان احنا واحنا بنحط الزراعية في الانيشيال استابيليتي، في الثبات الاولي بتاعها، بيبقى عندنا تورك عالي جدا. ففي الحالة دي بنقدر ان احنا نحمل على الاسنان فوري من غير اي مشاكل، والمريض بيعيش بيها زي الفل. هنا في الحالة دي تنطبق عليها الكلام اللي انت قلت، احنا في الحالة دي بالذات، لا احنا هنا استخدمنا الزراعات المايلة عشان نبعد عن اعصاب الفك السفلي. دي اول مرة نشرح بقى الزراعات فكرة المايلة. الزراعات المايلة هي ايه؟ الزراعية المايلة احنا زمان لما كان العظم اللي فك السفلي بيكش، بيبدا الاعصاب اللي هي بتاعه الفك بتطلع لفوق. أيوة. ما هو العظم اللي فوقيها قل. طب احنا هنعمل ايه؟ بدانا عملوا الزراعات بتتحط بشكل مائل بزاويه معينه، الراس بتاعتها بتبقى واخده انجل معينه تطلع لنا السنه في المكان اللي احنا عايزينه بالظبط، مش بميول. فقدرنا ان احنا اكننا كده ايه، حودنا حوالين العصب وحطينا الزراعيه بتاعتنا وطلعناها في نفس المكان اللي احنا عايزينه. دي الزرعه المايله، دي زرعه مايله، دي دي من الـ من الـ من التكنيكس الحديثه ومن التكنولوجي الحديثه اللي موجوده. احنا الحاله دي تحميل فوري. ده احنا عندنا عظم كويس قوي، كثافه بتاعته كويسه قوي. هو ليه خلع اسنانه؟ هو كانت سنانه نفسها، الجذور نفسها كانت موجوده، فاحنا خلعناها له وبدانا نزرع له الاسنان دي، فهو حجم العظم لسه موجود، ما كشش يعني، ما قعدش فتره طويله ولسه من غير اسنان، فخلى العظم يحافظ على حجمه. فقدرنا ان احنا نحط له الزراعات بتاعته، حطينا له 6 فوق و6 تحت وحملنا عليها فوري. بس هنا المريض ده بنبدا نقول له لازم في نصايح يبدا يمشي عليها. ان هو بياكل سوفت فود لمده شهرين، فهو انت بالنسبه له لو مريض جه قال لك انت هتاكلني سوفت فود لمده شهرين، هتقوم رادت هتقول له انا مشيتك بدري بسنانك. فهو بيبدا يمشي. هو سوفت فود ان هو ياكل بطاطس، رز وخضار، رز وخضار عادي خالص وشوربه، بس بقى ما ياكلش مكسرات، ما يكسرش لب، مش عارف ايه، شهرين بعد كده ياكل قصب. انا ما عنديش مشكله. قصب هو القصب ما حدش بياكل قصب يعني عادي يعني. لا بتعمل في السوبر ماركت دلوقتي بيبقى حتت صغيره كده والله. هروح اجيبه هنا. الحاله دي مثلا، الحاله دي كانت برده تحميل فوري، كان العظم فيها كويس جدا وحملنا فيها فوري. دي في خلال اسبوع كانت ماشيه باسنانها، ما فيش اي مشاكل، واسنانها ثابته وزي الفل وما فيش اي مشاكل. طبعا الحاجات دي كلها احنا بنعمل عليها فولو اب. احنا المريض بتاعنا عامه، اي حد في الدنيا لازم يزور دكتور السنان مره لكل 6 شهور، وبره يعني بيقولوا كل 4 شهور، بس احنا هنا بنسهل على الناس. فهو كل 6 شهور لما بيجي لنا بنبدا نعمل اكس رايز ونطمن على الشغل وكل حاجه تمام، عشان خاطر ما نفاجئش باي حاجه. فدي اتعمل لها فولو اب كتير جدا، ما شاء الله بقى في عظم تكون حوالين الزراعات بشكل عالي جدا، وهي بقت زي الفل. دي برضو من الحالات الصعبه دي يعني. دي الحاله دي سن السن هنا متقدم برضو، السن هنا متقدم قوي. دي عندها في حدود 75 سنه، وكان العظم بتاعها بتاع الفكين كان كاشش قوي. دي اخذت المراحل اللي احنا بنقول عليها، دي زرعنا لها عظم في الاول، وبعد كده بدانا نحط زراعات في العظم ده. بعد 4 شهور كان العظم مسك نفسه شويه، وبعدين بدانا نركب لها التركيبات الثابته بتاعتها، ووصلت للشكل اللي احنا شايفينه ده. بتاخد وقت قد ايه في العلاج؟ في الاول اخذت 4 شهور عشان خاطر العظم يمسك نفسه، وبعدين اخذنا، اصل احنا هنا بنبدا من ما فيش، فاحنا بنزرع في العظم بتاعنا مش في عظم المريض. فدي اخذت 4 شهور. في 4 شهور هنا ده تحميل فوري. الحاله دي اتحملت فوري زي ما حضرتك شايف، ما شاء الله العظم باين حتى في الصوره تحت، كثافته كويسه. لا وعرضه كويس وكثافته كويسه في الاكس راي، وطوله وعرضه وسمكه، بس حتى بالنظر حضرتك بص هتلاقي ان العظم شكله يعني كويس. فبدأنا نحط الزراعات فيه وثبتنا، وطبعا عملنا له التركيبه بتاعته. بعد يومين ثلاثه رجع بسنانه والدنيا زي كويسه جدا دلوقتي. توسعتني النهارده برحله الزراعه. دكتور ايمن، من حق اي حد يفضل بسنانه لحد اخر يوم. طبعا وخلي بالك يا دكتور ايمن ان التركيبات المتحركه بتغطي السنسورز بتاعه الاستطعام. فالمريض طول ما هو بياكل، التركيبات المتحركه دي مشكله سيئه. لا مشكله، فاحنا مشكله كمان لو هو بقى حد يعني لسه اكتف شويه في شغله وبيروح وبيجي وبتاع، التركيبه تتحرك
بيسمعك وهو بيتكلم وطبيعي هيحصل كده آه. ان هي توسع للعظم بيكش آه. فممكن هو يتحرك جدا والناس دي بتبقى حساسه جدا يعني ربنا يتحرك. وفي انسانيات بتظهر في القصص دي على فكره آه. يعني بتلاقي حد يعني 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 بيحكي لك قصه مؤثره ان هو كان قاعد مثلا مع حما ابنه بيتكلم في حاجه معينه فقامت التركيبه مش عارف حصل لها ايه والقصص فتسمع القصص اللي هو بيحرك آه. والناس على فكره كل ما الواحد يتقدم في السن كل ما بيبقى اكثر حساسيه طبعا يعني طبعًا. يعني لازم ناخد بالنا من الحاجات دي مهمه طبعًا. جدا وانت انسان انت مهتم بابوك وامك انت مش انسان انت مش مهتم انت صح. مش ده حقيقي انسان. ودي ده حقيقي. يعني يعني انيمال انت حد تاني خالص صح. انت صح. حتى الانيمال احسن الذئاب بتهتم جدا بالاب والام ده حقيقي آه. بنشوفها كتير جدا حد جايب والدته يقول لي خليها لي تاكل مره تانيه بسنانها اه هي متعذبه لو سمحت خليها كويسه انت نورتني النهارده وسعدتني في رحله الزراعه النهارده احنا عشنا مع الزراعه من احنا وخدنا اجزاء معينه ما بين بقى السكر والزراعه ما بين اللسه اللي متاكله خالص هركبها ازاي مش عارف التحميله المايله او الزرعه المايله دي برضو من الحاجات المهمه قوي خدنا حاجات مش متعارف على ذكرها كتير لكن خدناها كلها ورا بعضها ابدعت يا دكتور كريم ربنا يكرمك كالعاده مبدع الاسم المتميز الاضافه الرائعه لينا في عالم الأسنان الاسم الرائع في أداء وفهم وتعايش مع مشاكل طب الأسنان مهم جدا في دكتور الأسنان يكون متعايش مع حالات طب الأسنان يكون متعايش مع علم طب الأسنان وده ملاحظه أنا أنه كتير بيتقال born to be a dentist ولد لكي يكون طبيب أسنان فده فعلا احنا بنشوفه بشكل واضح جدا لما بلتقي مع ضيفي العزيز أستاذ دكتور كريم مكادي في الناس الحلوة خليكم مع الناس الحلوة.